بعد كده التسجيل بيحصل على السيرفر بعدين بيبدأ. التسجيل بدأ بدأ الشمس. ان شاء الله. النهارده هنتكلم عن درس من اهم الدروس اللي ممكن تدرسها في المواني في حياتك. طبعا الدرس ده هو بوست جراديويت اكتر من اندر جراديويت، يعني هو الدرس ده خاص بطلبة الدراسات العليا اكتر ما هو خاص بطالب ماجستير طالب بكالوريوس يعني. بس ميزته ان هو بيعرفك حاجة انت ما كنتش فاهمها في الخرسانة اللي هي دالة الطفل الخطي. هنعرف مع بعض النهاردة ازاي بتترسم اصلا وايه الدلالات اللي بتترسم بيها. درس النهاردة اسمه Short Term Analysis of Waves. كلمنا المرة اللي فاتت واللي قبلها عن حاجة اسمها خصائص الموجة، بس كلمت لك ان الموجة عندي ممكن تبقى حاجة من اربعة. ممكن تبقى ايري ويفز، ستوك ويفز، كانيديال ويفز، او تسونامي ويفز. وقلت لك ان اول اتنين بيتبع اللي هو حاجة اسمها لينير ويفز، والاتنين التانيين نون لينير ويفز، وان انا بفرق منهم بحاجة اسمها ايرثل نمبر. طيب ايه الفرق ما بين الدرس اللي فات والدرس دلوقتي يا باشمهندس؟ المرة اللي فاتت يا باشمهندسين انا اتكلمت ببساطة جدا عن حالة individual wave، موجة فردية ماشية لوحدها بتقول وبتتنخطر في البحر. طيب هو اصلا ممكن الموجة تمشي لوحدها في البحر؟ لا، عمرها ما تحصل. البحر في الثانية الواحدة في أكتر من 100 أو 150 أو 1000 موجة بيتحركوا مع بعض. طيب لما أدرس حركة الأمواج دي مع بعض يقول لك يبقى أنت تقول لي بقى، هو أنا هدرسها طبقا لإيه؟ طبقا لفترة زمنية طويلة ولا طبقا لفترة زمنية قصيرة؟ والفرق بينهم هيبقى عامل إزاي؟ تعال نبدأ مع بعض، ولو في أي حاجة مش واضحة يا ريت تقول لي. النهاردة هديك أوبشن إنك تقول لي في كل ثانية فانا مش فاهم. الدروس الجاية الثلاث محاضرات السكاشن الجايين أتفه من بعض، مش ثلاثة، سبع سكاشن ورا بعض تقريبا أسهل من بعض. وهيجي في الآخر سكشن كده رخم يطلع لك في النص، وفي آخر سكشن هيبقى رخم، يبقى أنا عندنا سكشن رخمي. الأوتلاين بتاعنا هنتكلم مقدمة بسيطة جدا عن حاجة اسمها شورت ويف، وايه الفرق ما بين الريجولر ويف والريجولر ويفز والفرق بينهم الجوهري. هنتكلم عن خصائص الموجة في الشورت ويف اناليسز. فاحنا كنا بنقول ان انا عندي حاجة اسمها ويف هايت، فبقول لك في الشورت ويف اناليسز هنسميها ويف هايت ديستريبيوشن. وكان عندنا حاجة اسمها التايم او التايم بيريود، بقول لك ان احنا هنسميها في الشورت ويف تايم دومين اناليسز. والتايم دومين اناليسيز لو انا عكسته يدينا حاجة اسمها فريكوينسي دومين اناليسيز. وفي الاخر نوصل لحاجة اسمها الويف سبيكتروم اناليسيز ونشرح امثلة. تاني، الخصائص اللي انا هتكلم عليها النهاردة دي نفس الخصائص اللي اتكلمت عليها في الانديفيديوال ويفز، لكن لما كان عندي موجة واحدة فكان عندي ارتفاع واحد فكان الموضوع سهل. لما كان عندي موجة واحدة كان عندي تايم بيريود واحد فكان الموضوع سهل. لما كان عندي موجة واحدة كان عندي فريكوانسي واحد فكان الموضوع سهل. إنما لما يبقى عندي عدد لا نهائي من الموجات أو من الأمواج فالموضوع بيختلف. فالانترودكشن أول حاجة أنا محتاج أفرق لك بينهم، إيه الفرق ما بين الريجولر ويفز والإيريجولر ويفز. الريجولر ويفز يعني الموجة المنتظمة، الإيريجولار ويفز الموجة الغير منتظمة. لو انت خدت بالك الموجة اللي فوق دي موجة جميلة جدا، لو انا جيت ارسم خط الطاقة الثابت اللي هو الستيل ووتر ليفل اللي هو خط سطح المية الثابت اللي هو ده، فانت هتقول لي ببساطة جدا يا باشمهندس ان الارتفاع فوق زي الارتفاع تحت، والكلام ده من اول لنهاية الموجة. يعني الموجة اللي فوق عندها ارتفاع واحد، ده مش بس كده يا باشمهندس، ده انا عندي طول موجي واحد. لو انا خدت المسافه الرئيسيه المسافه الافقيه بين قمتين او المسافه الافقيه بين قاعين فيطلع لي ان انا عندي طول موجي واحد، وكمان عندي تايم بيريود واحد لان الموجه شكلها منتظم. يبقى الموجه المنتظمه ببساطه جدا يا جماعه موجه ليها زمن دوري واحد، وبالتالي هيكون ليها تردد واحد وطول موجي وارتفاع واحد. طيب الموجة الإيريجولر اللي زي اللي قدام حضرتك دي
لا يا باشمهندس، ده الدنيا خربانه. ده انا عندي لكل موجه، لو خدت بالك ان الموجه دي غير الموجه دي غير الموجه دي غير الموجه دي، كل موجه ليها طول موجي مختلف، ليها ارتفاع مختلف، ليها زمن دوري مختلف، وبالتالي الفريكوانسي بيتغير. يبقى طول الموجي لو الخصائص ثابته بتبقى موجه منتظمه، لو الخصائص مش ثابته بتبقى موجه غير منتظمه. يقول لك موجه ليها عده ازمنه دوريه اكتر من زمن دوري واحد، وبالتالي يكون ليها اكتر من تردد، اطوال موجه مختلفه وارتفاعات مختلفه. طيب في الطبيعه يا باشمهندسين، تفتكر اللي ممكن يحصل اللي فوق ده ولا اللي تحت؟ اللي تحت اكيد. اللي فوق ده حاجه ايديال جدا، لو انا بدرس موجه فرديه هندسه هتحصل. يعني لو انا خدت موجه واحده من من الامواج دي كلها ودرستها من البدايه للنهايه هتبقى شكلها زي اللي فوق. طيب انا ده مش بيحصل في الطبيعه. الطبيعه ان انا عندي سوبر بوزيشن. يعني ايه سوبر بوزيشن؟ يعني هندسه انا عندي اول موجه اللي انت شايفها قدامي دي، ده منتظمه، ده يا باشمهندس كويس تمام. طيب لو انا قلت لك ان دي شكل موجه بتتحرك معاها في نفس الثانيه، ودي شكل موجه بتتحرك مع الاثنين في نفس الثانيه، يبقى السوبر بوزيشن بتاعك عامل ازاي؟ شكل غير منتظم. تاني يا باشمهندس، يبقى انا لو انا قلت لك ان انا عندي في الثانيه الواحده اكتر من موجه باكتر من ارتفاع واكتر من زمن دوري واكتر من طول موجي، فيبقى السمشن او السوبر بوزيشن بتاعهم زي ما انت شايف كده الريجولار ويف. فيقول لك ان الفرق، يبقى انت كده عرفت ما بين الفرق ما بين الريجولار والريجولار. حد عنده مشكله في دي؟ واضحة ولا مش واضحة؟ تمام. طيب ايه الفرق ما بين الشورت ويف يا باشمهندس واللونج ويف؟ بقول لك الفرق ما بين الشورت تيرم اناليسيز او الوقت اللونج تيرم اناليسيز، اللي هو ببساطة جدا دراسة الموجة على المدى القصير او المدى الطويل، هي الفترة اللي انت هتدرس فيها الموجة دي. بقول لك والله لو انا درست الموجة فترة زمنية صغيرة ممكن توصل لساعات او ايام، عاصفة كاملة استمرت لمدة يومين فانا درست الموجة دي خلال عاصفة معينة. فبقولك ده بيمثل لي حاجة اسمها دراسة الموجة على المدى القصير او الشورت ويف اناليسيز. طيب لو انا ادرس الموجة دي لمدة سنتين ثلاثة اربعة، بقولك في الحالة دي بيسموها دراسة الموجة على المدى الطويل. الاتنين دول مهمين. طيب اللي انت عندك وهتدرسه السنة دي هو الشورت تيرم اناليسيز، اللونج تيرم اتلغى من عليك والحمد لله، وهتلاقي موجود في الكتاب على فكرة اللونج تيرم اناليسيز. تمام. طيب في الطبيعة صعب جدا انك تلاقي الموجة منتظمة، لان احنا بنتكون من سوبر بوزيشن مجموعة عدد 10 15 الف مليون موجة مع بعض. فعشان كده بقولك ان الموجة دايما بتكون عشوائية، وبيكون سطح البحر بيكون مجموع عدد لا نهائي من الموجة المنتظمة زي ما وضحت لك من دقيقتين. لو انت هتدرس موجة واحدة من بداية تولدها لنهاية تولدها، يعني individual waves، ففي الحالة دي بيقولك ان انت هتدرس طبقا للي احنا اتكلمنا عنه المرة اللي فاتت. طيب لو انا هدرس عدد من الموجات خلال فترة زمنية معينة، ففي الحالة دي بيبقى اسمه short term analysis او long term analysis. فبيقولك خلاص ادي دي توضيح اكتر للرسمة اللي فاتت. دي كانت موجة منتظمة ودي موجة منتظمة بارتفاع وتغير وتردد معين، ودي موجة أكثر انتظاما بارتفاع وتردد مختلف. لما جيت أجمع كل الأمواج اللي فوق دول الكومبايند بتاعهم اداك الشكل اللي هو النهائي اللي انت شايفه تحت ده، اللي هو الشكل الغير منتظم. فيقول لك عرف لي بقى، يقول لك من الواضح ان ارتفاع الموجة غير ثابت مع الزمن، كل موجة فردية بيكون ليها ارتفاع خاص بيها. عشان يتم دراسة وتحليل القياسات الفعلية للأمواج بيتم ذلك من خلال حاجة اسمها حالة البحر، سي ستيت. ايه السي ستيت يا باشمهندسين؟ هجري بس دقيقة واحدة وارجع تاني. ايه السي ستيت اللي انا مفروض هدرس من خلالها حالة البحر يا باشمهندسين؟ لو انا بتكلم بسرعة قولولي، لان الدرس كبير جدا، انا عندي 40 سلايد. لو انا قلت لك دي شكل الموجه الغير منتظمه
خلال فترة زمنية معينة اللي هو الطيب. لو انت خدت بالك يا باشمهندسين ايه اللي حصل؟ والله يا هندسة اللي حصل ان في ارتفاعات حصلت مرة واحدة، بعد كده الموجة اتغيرت وبقت منخفضات، بعد كده ارتفعت مرة واحدة. معنى كده ان حصل اكتر من سي ستيت. يعني ايه سي ستيت؟ يعني حالة البحر. حالة البحر اتغيرت ما بين ارتفاعات لانخفاضات لارتفاعات، تمام؟ لو انا خدت حالة البحر دي وفرضتها هيبقى شكلها عامل كده زي ما انت شايف كده. طيب ايه هو تعريف حالة البحر اصلا يا باشمهندس؟ بيقول لك ان حالة البحر يا باشمهندسين هي الفترة الزمنية اللي بتكون فيها خصائص الموجة شبه ثابتة. هي الفترة الزمنية اللي بيكون فيها خصائص الموجة شبه ثابتة، سواء كان ارتفاع، وهنسمي الارتفاع عندنا HS ما بين قوسين significant wave height، او زمنها الدوري، وهنسمي الزمن عندنا حاجة اسمها تيبيك، او اتجاهها، وهنسمي الاتجاه يا اما سيتا يا اما الفا ايا كان، او فاي، المهم يعني في الاخر كلها اتجاه. يبقى السي ستيت فترة زمنية بتكون فيها خصائص الموجة قريبة من بعض، سواء كان ارتفاع او زمن دوري او اتجاه. والفترة الزمنية دي في الغالب بيكون ما بين من ساعة لثلاث ساعات. يبقى لو انت عندك الفترة الزمنية من ساعة لثلاث ساعات بنسمي دي بالنسبة لنا حاجة اسمها السي ستيت. طيب ايه تعريف بقى الشورت تيرم اناليسز؟ لمؤاخذه يعني عشان انت قلت لي ان احنا بندرس المدى على المدى القصير، بيقول لك التعريف الحرفي للشورت تيرم اناليسز انك تدرس وتحلل الموجه خلال حاله بحر واحده، only one sea state. يعني ايه؟ يعني انت حصلت عاصفه معينه، انت تدرس خلال العاصفه، لان خد بالك خلال العاصفه المعينه الموجه بتاخد ترند واحد، فعشان كده بنسمي العاصفه دي سي ستيت. او خلال فتره زمنيه قصيره ساعات، ما تزيدش عن 3 ساعات. ليه؟ لان لو انت زودت الفتره الزمنيه ممكن يحصل عاصفه او اتنين. لو انت انتقلت من عاصفه لعاصفه فانا انتقلت من سي ستيت لسي ستيت مختلفه، زي ما بينت لك في الرسمه دي. خد بالك، شوف التايم، دي عاصفه ودي عاصفه يا باشمهندس، دي نفس الموجه بالظبط، نفس الموجه دي بس ليها اكتر من عاصفه. فلو انا جيت ادرس خلال فتره زمنيه طويله فهتلاقي نفسك دخلت عاصفتين مع بعض، فيقول لك لا، يبقى السي ستيت تاني يا جماعه، او حاله البحر اللي انا بدرس من خلالها الشورت تيرم اناليسز، فتره زمنيه بتكون فيها خصائص الموجه ثابته، سواء كان ارتفاع او زمن دوري او اتجاه، والفتره دي من ساعه لثلاث ساعات. الشورت تيرم اناليسز تعريفه تحليل ودراسه الموجه خلال حاله بحر واحده او اللي هي سي ستيت، او خلال عاصفه معينه، او خلال فتره زمنيه قصيره. تفتكر اللونج تيرم اناليسيس يبقى تعريفه ايه يا باشمهندسين؟ حد يرد يا ابني. بتبقى الدراسه اكتر من حاله بحر. بالظبط، بس كده. والله هندسه انا لما درست خلال حاله بحر واحده زي ما انت قلت لي ده اسمه شورت تيرم اناليسيس، يبقى اللونج تيرم يبقى انا هدرس اكتر من حاله بحر، زي الرسمه اللي انا كنت موريها لك حالا اهو. لو انا جيت ادرس ده كله مع بعضه فانا عندي ادي حاله بحر، ادي حاله تانية، ادي حاله ثالثه، رابعه، خمسه، سته، سبعه. في الحاله دي بيسمي ده لونج تيرم اناليسيس. فاللونج تيرم اناليسيس المقصود بيها انك تدرس وتحلل الموجه خلال اكتر من حاله بحر، او خلال فتره زمنيه طويله توصل لاكتر من سنه، ممكن توصل لسنوات، على فكره ممكن توصل ل 100 سنه. لحد ما انا واقف هنا يا باشمهندسين، في حد عنده اي مشكله او اي استفسار؟ عندك استفسار يا سلمي؟ باشمهندس عايز اسال حاجه. ايه؟ مصدق خليه يتكلم الاول. انت قلت دلوقتي يا باشمهندس في السلايد، السلايد اللي فات، ان الشورت من ساعات لايام. ايوه هقول لك ليه من ساعات لايام يا محمد عشان تبقى فاهم. بس بص، حلو السؤال ده. هو الايام دي بالنسبه لك، خد بالك، يعني بتنطبق تحت مده ساعات، يعني 48 ساعه ده بالنسبه لك ايه؟
يومين ساعة يومين. هو ممكن العاصفة تستمر لمدة يومين؟ لا يا عم عادي ممكن. ده في امريكا في عاصفة استمرت لمدة اسبوعين. ما اعرفش انا الكلام ده. ايوه يعني الفكرة انا لما اقصد بايام مش معنى كده ان انا هدرس خلال مثلا شهر ولا شهرين، لا ايام دي يعني مدة عاصفة يا محمد، عشان كده انا وضحت ده في التعريف ان انا هدرس خلال بحر حالة بحر واحدة او خلال عاصفة معينة. في عاصفة استمرت في يا جدعان اللي هي كانت اللي هي بتاع الاعصار الاخير دي استمرت في امريكا لمدة اسبوعين، لما يجي يدرس حالة البحر هيدرس خلال الاسبوعين دول. ليه؟ لان خلال الاسبوعين دول كانت حالة البحر واحدة، العاصفة اللي كانت مرة واحدة، فهتلاقي الدنيا عاملة ايه؟ هتلاقي واخدة يا اما ارتفاع يا محمد كده يا اما انخفاض كده، فانا هدرسها خلال كده. عشان كده انا قلت الشورت تيرم اناليسيس ان ادرس خلال حالة البحر او خلال عاصفة او خلال فترة زمنية قصيرة اللي هي ساعات. انا قلت او ما قلت شوية، بمعنى ان ممكن تبقى سي ستيت او ممكن تبقى عاصفة معينة تستمر لمدة يومين او ثلاثة، فدي في حالة الحالة دي هتبقى ايام من ساعات، لكن هي بالنسبة لنا فعلا ساعات لانك انت بتتكلم لثلاث ايام يعني 72 ساعة مش حوار يعني، او انك تدرس خلال فترة زمنية قصيرة اللي هي ساعات. بس الاغلب يا محمد وده اللي احنا بنمشي عليه دايما هي ايه؟ السي ستيت، حالة البحر. يبقى ده الاغلب اللي احنا بنمشي عليه وبندرس من خلاله الشورت تيرم اناليسيس. حد عنده اسئله تاني؟ وضحت المهم؟ تمام يا هندسه. حد عنده اسئله تاني؟ نكمل يعني؟ ما عندكش اسئله سلمي؟ متاكد؟ انا عندي اسئله بس في السكشن اللي فات سايبها للاخر. لا السكشن اللي فات دي اصلا اسالها لي بره السكشن، لان السكشن ده هيطول جدا، يبقى ابعتها لي دلوقتي وانا هرد لك عليك بعد السكشن. تمام يا باشمهندس. تمام. ادي السي سي ده يا جماعه زي ما قلت لك انك تمثلي حاله بحر واحده، وانك خد بالك انا كل اللي عملته اللي انا قطعت الجزء ده وفرطته بس، فهتلاقي تقريبا ان حاله البحر شبه ثابته. انا قلت لا ثابته على فكره، عشان كده انا قلت لك انا هحسب حاجه اسمها اتليس. انا اعرف دلوقتي ان الاتليس ده بيحسب بدلاله عدد كبير جدا من الارتفاعات، وانا اعرف حاجه اسمها تيبيك بيحسب خلال عدد كبير جدا من الازمنه الدوريه. لا تمام. نبدا في اول خاصيه من خصائص الشورت تيرم اناليسيس. اول خاصيه من خصائص الشورت تيرم اناليسيس هي الويف هاي ديستريبيوشن. ايه الويف هاي ديستريبيوشن ده يا باشمهندس؟ بقول لك والله هندسه ببساطه جدا، لو انا جيت ارسم علاقه ما بين ارتفاعات الموجه واحتماليه تولد كل موجه، ده كده بالنسبه لي الارتفاعات. انا عندي كام ارتفاع؟ انا عندي 1000 موجه، فالالف موجة دي ممكن الارتفاعات تتراوح ما بين 1 لـ24. أبتكلم سي ده مثال، ما بقولش ان ده ممكن يحصل. 24 ده كبير جدا، يعني 12 متر اللي هو الامبليتيود ده كبير جدا. الامبليتيود اقصى حاجة حصلت في مصر كانت 8. في المحيط ممكن توصل لـ 24 على فكرة عادي في المحيط، بس بتكلم على مصر. فلو انت درست لي العلاقة ما بين احتمالية تولد كل ارتفاع وما بين الارتفاعات، في الحالة دي بيسموها الويف هايد ديستريبيوشن. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني من الاخر يا باشمهندسين، انا عندي عدد لا نهائي من الارتفاعات اللي ممكن تحصل خلال عدد لا نهائي من الامواج. طيب هو انا هيبقى عندي كم موجة يا باشمهندس؟ كتير. طيب هيبقى عندي كم ارتفاع؟ كتير. يبقى انت ما ينفعش تدرس لي الارتفاع كارتفاع كلمة كده مبهمة، يعني ما ينفعش اقول لك ارتفاع الموجه كام. لا، انا ممكن اقول لك احتماليه تولد موجه بارتفاع معين يبقى كام طبقا لعدد الامواج اللي عندي. فبيقول لك انك لو رسمت علاقه ما بين الاتش وما بين احتماليه تولد الاتش دي، بيطلع لك الشكل اللي هو شكل التوزيع الداله الطبيعي اللي هو النورمال ديستريبيوشن. النورمال ديستريبيوشن اللي هو الخط المنقط ده يا جماعه، هو اسف الخط اللي هي السوليد ده،
بقولك ان النورمال ديستريبيوشن ده بيطلق عليه حاجه اسمها رياليف ديستريبيوشن او جاوسن ديستريبيوشن. تاني يبقى النورمال ديستريبيوشن ده بيطلق عليه رياليف ديستريبيوشن او جاوسن ديستريبيوشن. بيقولك ان التوزيع ده عباره عن ايه؟ بيقولك ببساطه جدا يا هندسه ان احتماليه تولد موجه بارتفاعات صغيره جدا بتبقى قليله، احتماليه تولد موجه بارتفاع كبير جدا بتبقى قليله، احتماليه تولد موجه بارتفاعات متوسطه دي بتبقى اكبر احتمالات. يعني لو خدت بالك ده حاجه اسمها البي دي اف، البروبابيلتي دينستي فانكشن، احتماليه تولد الموجه وده الارتفاع. فوالله يا باشمهندس ارتفاع بارتفاع نص ده احتمال ان هو يبقى قليل جدا، احتمال انك تولد موجه بارتفاع 24 صغير جدا ممكن يوصل للصفر، انما احتماليه تولد موجه بارتفاع 5 ولا 6 ولا 7 متر بيقول لك ان ده ممكن يوصل هو ده بيبقى اكبر حاجه. فبيقول لك ان الشكل التوزيع بتاع احتماليه تولد الارتفاعات بياخد شكل الداله الطبيعي اللي هو بيسميه الرياليف اور جاوسن ديستريبيوشن. وتاخد بالك واكتب الملحوظه دي عشان اقدر اطبق قوانين البي دي اف وقوانين السي دي اف. هنعرف يعني ايه السي دي اف دلوقتي. لازم الداله تتبع توزيع رياليف، يعني الداله لو ما بتتبعش توزيع رياليف يعني التوزيع اللي قدامك ده انا كنت مجبر ان انا اغير القوانين دي او اني ما استخدمهاش. يبقى اول حاجه انت لازم تبقى عارفها ان لو جيت ترسم علاقه بين ارتفاع الموجه واحتماليه ظهور كل ارتفاع منها، لان زي ما قلت لك انا عندي عدد لا نهائي من الامواج هيديني عدد لا نهائي من الارتفاعات، وبالتالي انا ما ينفعش اتكلم على الارتفاع بان انا الارتفاع ده اللي هيظهر، لا ده ممكن يظهر وممكن ما يظهرش، فهنتكلم عنه من خلال الاحتمالات. تمام. لو انا جيت ارسم علاقه ما بين ازاحه سطح الميه، ودي الدكتور رسمها لكم على فكره في المحاضره، ازاحه سطح الماء اللي هي ايتا يعني بالسالب او بالموجب، ونفس الكلام احتماليه تولد كل حاجه منها اللي هي البي اتش، هتاخد نفس التوزيع بتاع الرياليف ديستريبيوشن. وتاخد بالك بقى البي اتش دي اللي قلت لك اسمها ثانيه واحده لان دي مكتوبه غلط، البي سمول اتش، البي سمول اتش بتمثل لي البروبابيلتي دينستي فانكشن، البي كابيتال اتش بتمثل لي الكوميوليتيف دينستي فانكشن. انا ما اتكلمتش على الكوميوليتيف هتكلم عليها كمان دقيقه، بس قبل ما اتكلم بقول لك ان الموجه دي لو حصل لها تكسر فهي مش هتتبع قوانين رياليف. القوانين اللي انا هتكلم عليها دلوقتي انا مش هينفع اطبقها لو الموجه حصل لها تكسر. طيب الموجه بيحصل لها تكسر فين؟ الموجه بيحصل لها تكسر في الجزء اللي قريب من الشاطئ اللي انا قلت لك عليه ان الدي على ال بتكون اقل من 20، ده اللي الموجه بيحصل لها تكسر وبيحصل لها تشتت فيه. ففي الجزء ده انا ما ينفعش استخدم القوانين بتاع رياليف. بس انا كلمتك عن حاجتين ولازم اتكلم عليهم بالتفصيل الممل دلوقتي، حاجة اسمها البروبابيلتي دينست فانكشن وحاجة اسمها الكوميوليتيف دينست فانكشن. البروبابيلتي دينست فانكشن اوف رياليف ديستريبيوشن يعني ايه؟ دالة الاحتمالات. اتفضل. هو المفروض ان المنحنى ده بيمثل الاحتمال صح؟ بالظبط. طب بس انت لسه شارح من شوية قلت لي انا بيبقى عندي حالة بحر معين ممكن تبقى حالة ارتفاع او حالة بحر دي انخفاض. تمام؟ تمام. طيب ما هو انا مثلا انت بتقول مثلا ان هنا مثلا يعني اكتر احتمال مثلا ان هو يطلع مثلا لقيمه 5 او 6 متر. تمام مظبوط في دي. تمام. طب انا ممكن تبقى عندي حاله بحر تخليني مثلا ان انا عندي ال 5 6 متر دي مثلا تبقى 12 و14 او اي قيمه تانية. تمام مظبوط. انت قلت برضه في نفس احتماليه حدوثها تبقى قليله او ممكن توصل للصفر. طب ازاي انا ازاي ازاي نستخدمه بقى يعني باختلاف حالات البحر دي؟ ازاي بستخدم اختلاف حاله البحر صح؟ اه. طبق القوانين. بس القوانين دي اللي هي اللي انا هتكلم عليها دي لا تصلح الا في حاله رياليف ديستريبيوشن لسي ستيت معينه، بمعنى ان السي ستيت اللي انا شغال عليها هي اللي قدامك دي.
طيب هو مش في سي ستيت ممكن تتبع ريليف ديستريبيوشن بارتفاعات مختلفة؟ يعني يا باشمهندس يعني مش ممكن تبقى في ستيت عاملة كده؟ يعني انا عندي كذا واحد يعني بالظبط. طيب انا عايز اعرف انا هطبق في انهي واحد. انت مش محتاج تعرف هتطبق في انهي واحد، انت محتاج تعرف القوانين اللي انت هتطبق فيها طبقا للارتفاع اللي انت عايزه. طيب الرياليت ديستريبيوشن هو بيوفر لك انك لما تطبق جوه القانون انك هتوصل للاحتماليه المظبوطه. وصلت ولا فاهمك تاني؟ لا تمام يا هندسه، فهمت قصدي؟ يعني انا مش عندي شكل واحد، انا عندي عدد لا نهائي من الاشكال لعدد لا نهائي من حالات البحر، بس القانون اللي انا بطبقه دي القوانين اللي انا بطبقها تصلح لحاله بحر معينه. هنعرف ان حاله البحر دي يا باشمهندس احنا قلت لك بنعرفها بحاجه اسمها الاتش اس، صح؟ السيجنيفيكانت ويف هايت اللي هي الارتفاع. اتش اس هي العامل الجوهري في تحديد الرياليف ديستريبيوشن اللي انا بستخدمه. يعني لو اتش اس كانت ب 8 هتختلف عن اتش اس ب 10 هتختلف عن اتش اس ب 12. كل واحد من دول بيطلع لي رياليف ديستريبيوشن مختلف وبيطلع لي قيم مختلفه للاحتمالات. وصلت ولا ولا فاهمك تاني؟ تمام. تمام يا هندسة. تمام خلاص. انا قلت لك يبقى البروبابيلتي دنس فانكشن ببساطة جدا هي الدالة اللي بتعبر عن احتمالية تولد موجة بارتفاع معين خلال السي ستيت. طيب ايه الكوميوليتف دنس؟ زي ما انت شايف كده باشمهندس، انا بقول لك احتمالية تولد موجة بارتفاع 10 تقوم رسم لي هنا وداخل هنا ايه اللي بكام. والله يا باشمهندس ده احتمالية انها تتولد 8% مثلا، احتمالية تولد موجة بارتفاع 17 متر هتدخل لي هنا وتقول لي والله هندسه ده تقريبا مش عارف 5% مثلا، تمام، اللي هو 1% مثلا ايا كان. يبقى البروبابيلتي دنس فانكشن بتعبر عن احتماليه تولد موجه لارتفاع معين اتش تساوي تاني اتش بتساوي هات لي احتماليه تولد موجه بارتفاع 5 متر يبقى البي سمول اتش بتساوي 5 متر، احتمالية تولد موجة بارتفاع 10 متر يبقى بي سمول اتل 10 متر. طيب الكوميوليتف دينس فانكشن لا تختلف. الكوميوليتف يا جماعة يعني تجميعي. انا جيت وقلت لك والله هندسة احتمالية تولد موجة بارتفاع 1 هي دي. طيب 2 دي زائد دي، 3 دي زائد دي زائد دي، 4 دي زائد دي زائد دي. لو جيت ترسم الرسمة بتاعك هتلاقيها عاملة ازاي، اللي هو اللي قدامك ده كده اللي اسمه الكوميوليتيف دينست فانكشن اوف رياليف ديستريبيوشن. بيقول لك ان هو بيعبر عن احتماليه تولد عدد من الامواج اقل من او يساوي ارتفاع معين. بمعنى لو انا قلت لك هات لي احتماليه تولد الامواج اتش اقل من او يساوي 5 متر وادي الخمسه ايه؟ يبقى فين الاحتماليات؟ ده كله بالنسبة لي بيمثل لي الاحتمال. طيب اتش اقل من او يساوي 10 متر اهي، يبقى ده كله بالنسبة لي بيمثل لي الاحتمال. يبقى الكوميوليتيف بتمثل احتمالية تولد عدد من الامواج اقل من او يساوي ارتفاع معين ويرمز لها بالرمز بي كابيتال اتش. اخر حاجة وانا مش كاتبها واكتبها عندك حاجة اسمها اتفضل. معلش عندي سؤالين بس في الحتة دي. اسأل. هو ازاي كوميوليتيف يبقى اصغر من ال كوميوليتيف مش اصغر، الكوميوليتيف اكبر. مالكش دعوه بالشكل ده. بص الرسم ده، دي رسمه توضيحيه، ما بحبش الاسئله الغير منطقيه. انا راسم لك هنا ازاي، مالكش دعوه بدي. اصل مره لقيت الرسمه دي في المحاضره و... غلط. تمام. السؤال الثاني هو كان برضك على الرسمه الغلط دي، فخلاص بقى لا عادي اساله لو ممكن يكون الرسم على الرسمه بس هو موجود صح. انا لقيت احتمالات هي 50% واحتمال تاني 50% واحتمال في النص 70%، هو ما ينفعش اساسا منطقيا ان يبقى فيه مجموعه. ايوه عشان الرسمه بس مرسومه غلط. لا الرسمه بتترسم عشان كده اصلا يا سلمي لازم اقول لك
كلمه كبيره جدا. لا يصح انك ترسم البروبابيلتي دنسي فانكشن والكوميوليتيف دنسي فانكشن على نفس الكيرف. ليه بقى؟ الكوميوليتيف دنسي فانكشن ممكن توصل يعني اقصى قيمه دي مجموع كل الاحتمالات يوصل لكام؟ لواحد. اقصى قيمه عندك هنا كام؟ 12% و علاقه الاثنين ببعض كبير جدا 10 اضعاف. مش هتعرف ترسم الاثنين على بعض. عارف لو جيت ترسمها مظبوط تعمل ايه؟ واحد هيبان كبير والتاني مش هيبان اساسا. الله ينور عليك. تسلم. بص زي ما انا راسم كده تمام. تمام جدا. اخر حاجه الاكسيدنس او الارتفاع اللي بيعبر عن التخطي. الاكسيدنس يعني ايه يا باشمهندس؟ ولكن الاكسيدنس ده عكس الكوميوليتيف دنسيتي فانكشن يا باشمهندس، عكس داله البي اتش، بيمثل احتماليه تولد موجه بارتفاع اكبر من او يساوي ارتفاع معين. بمعنى بمعنى يا باشمهندس لو انت قلت لي احتماليه تولد موجه بارتفاع اقل من او يساوي 5 فهو ده مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ طيب احتمالية تولد موجة بارتفاع أكبر من 5 الباقي نعم أو والله. يبقى ببساطة جدا أنت تقدر تقول الإكسيدنس بيساوي إيه؟ واحد ناقص اللي قبله. الله ينور عليك. واحد ناقص الكوميوليتيف. ما هو يا هندسة ببساطة أنت قلت لي عند ده كل واحد، لو ده كان ربع يبقى الباقي كام؟ 75%. لأن في جميع الأحوال الكوميوليتيف دنس فانكشن لازم يوصل لكام؟ للواحد. ده طبقا للرياليف ديستريبيوشن. أنا كل الكلام بقول إن هو طبقا للرياليف ديستريبيوشن، الكلام واضح أهو. تمام؟ طيب إزاي أقدر أحسب يا باشمهندس البروبابيلتي دنس فانكشن للرياليف ديستريبيوشن لاحتمالية تولد موجة عند عمق معين؟ بيقول لك عندي ثلاث قوانين والثلاث قوانين مستنتجين من بعض. يعني الثلاث قوانين هو قانون واحد. والقوانين طبعا زي ما قلت لك كلها ايه؟ القوانين كلها جيفن. جدول القوانين لما تستلموا الكتاب ان شاء الله هبقى اعرفكم القوانين دي فين عشان ما تحفظوهاش. بس دايما تبقى عارف بي سمول اتش probability density function بي كابيتال اتش كوميونيتي density function. ده مهم. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. فانت هندسه بتقول لي ان البي اتش احتماليه تولد موجه عند ارتفاع معين اللي هو اتش هيساوي 2 اتش اللي هو 2 في الارتفاع اللي انت عايز تجيب الاحتمال اللي عنده ده على الاتش ار ام اس سكوير. يا نهار ازرق. اكتب بس واعرفك دلوقتي بالتفصيل ايه ده. ده اسمه الروت من سكوير ويف هايت. الروت من سكوير ويف هايت. اكسبشن. ايه الاكسبشن دي يا جماعه؟ يعني الاي اي اس. الاي اس بيسموها على حسب اكسبت. اكسبشن افتح قوس سالب اتش تربيع اللي انت بتحسب عندها الارتفاع على الاتش تربيع ار ام اس اللي هو الروت من سكوير ويف هايت. انا مش عايزك تعرف المصطلحات دي دقيقتين وهتكلم عليها بالتفصيل وهشرحها لك. انا بس يهمني انك تبقى عارف صيغه القانون. يبقى بي اتش احتماليه تولد موجه بارتفاع معين هتساوي 2 اتش اللي هو 2 في الارتفاع اللي انت عايز تجيب الاحتماليه بتاع اللي هي الروت من سكوير ويف هايت. اكسبشن اللي هي الاي افتح قوس سالب اتش تبيع اللي هو الاحتمال اللي هو الارتفاع اللي انت عايز تجيب الاحتمال بتاعه على الـ HRMS. طيب القانون ده ممكن يمحوره بداية حاجة اسمها الـ H bar أو الـ mean wave height اللي هو متوسط ارتفاع الأمواج. بيقول لك إن الـ BH بتساوي باي على الاثنين H اللي هو الارتفاع اللي انت عايز تحسب عنده الاحتمال على الـ H bar تربيع. الـ H bar تربيع يا جماعة هي الـ mean wave height يعني متوسط الموجه اللي انت عايز تحسب عندها الارتفاع. اكسبت اللي هي الاي
سالب باي على 4 اتش تربيع نفس الكلام على اتش بار كل تربيع. زي ما قلت لك ان القوانين دي كلها مستنتجه من بعض، عشان كده قلت لك لازم تقول لي ان الداله بتتبع رياليف، لان لو ما بتتبعش رياليف ما ينفعش تطبق كل القوانين دي. اخر حاجه لو انت عايز تحسبها بدلاله الاتش اس، وده الجوهري بالنسبه لي، بقول لك ان البي اتش بتساوي 4.01 اتش اللي هو احتماليه تولد موجه عند ارتفاع معين، بتساوي 4.01 في الارتفاع اللي انت عايزه على الاتش اس اللي هي السيجنيفيكانت ويف هايت، اكتب تعريفها اللي هي بيسموها سيجنيفيكانت ويف هايت، ارتفاع الموجه اسمها لكم ايه؟ سيجنيفيكانت يعني هام، اكتبها ارتفاع الموجه المهمه، وانا هعرفك يعني ايه تلس دلوقتي بس عشان انت بتذاكر بس. مضروب في سالب 2.005 اتش تربيع على اتش اس تربيع. هتعرف معناها دلوقتي، انا مش عايزك تستعجل في الاتش تايم اس والاتش بار والاتش اس، حالا اهو اعرفك ازاي بيتحسبوا. انا يهمني بس انك تبقى عارف القانون بيطبق ازاي، وتاخد بالك الاتش جيفن والاتش تايم اس يا اما هتحسبها يا اما هتبقى. يبقى المطلوب منك بس انك تطبق في القانون عشان تجيب لي الاحتمال. مش المفروض الاول نعرف البروبابيلتي دينستي فانكشن؟ قول طيب. قول اللي بيسأل اللي يسأل اتفضل. مش المفروض نعرف الاول هي بتخضع ولا لا قبل ما نخش نطبق في القوانين؟ بالظبط، ما انا اقول لك ازاي بتخضع بس لما اعمل لك القوانين واقول لك ازاي تنفع. تمام ماشي، هقول لك تنفع ازاي والله. ماشي. في حاجه كده جوهريه هي اللي بتقول لي اذا كانت الموجه دي بتتبع رياليف ولا ما بتتبعش، حاجه الاتش ار ام اس والاتش اس، علاقه الاثنين دول ببعض. لو انت جبت الاتش ار ام اس والاتش اس ولقيت ان الاتش اس بتساوي جذر 2 اتش ار ام اس، يبقى الداله بتتبع رياليف وتقدر تطبق القوانين. يا عم قلت لك بدري اهو بس انت مستعجل، انا كده كده هقولها كمان دقيقتين. تمام، نرجع نكمل حاجه اسمها الكوميوليتيف دينستي فانكشن اوف رياليف ديستريبيوشن البي كابيتال اتش. بيقول لك ان انا عندي، بما ان عندي ثلاث قوانين للبروبابيليتي فيبقى عندي ثلاث قوانين للكوميوليتيف. بيقول لك ان قوانين كوميوليتيف لو انت خدت بالك عشان تبقى من الاخر، يعني واحد ناقص الترم الثاني من بص، واحد ناقص الترم ده من البروبابيليتي دينستي فانكشن، عشان لو انت لو في الامتحان عايز ما تحفظش كتير انت عوضت بقانون من دول. فببساطة جدا هتلاقي واحد ناقص اكسبشن سالب اتش تربيع على اتش بار ام اس تربيع، او واحد ناقص اكسبشن سالب باي على 4 اتش تربيع على اتش بار تربيع، او واحد ناقص اكسبشن سالب 2.005 اتش تربيع على اتش اس تربيع. يبقى انت يا باشمهندس عندي مشكلة، انا اقدر احسب البي اتش سمول واقدر احسب احتمالية تولد موجة بارتفاع اكبر من او يساوي ارتفاع معين اللي هي البي اتش، بس انا عندي مشكله ان انت عندك دايما مجهول الاتش ار ام اس والاتش بار والاتش اس، فانت محتاج تعرف لي الاتش ار ام اس والاتش بار والاتش اس. قبل ما اعرفك دول هعدي على الاكسيدنس زي ما انا قلت لك عشان ما ابقاش ضحكت عليك، هي البروبابيلتي اوف اكسيدنس اللي هي احتماليه التخطي اللي هي بتساوي ايه؟ عبر عن احتماليه تولد عدد من الامواج اكبر من او يساوي ارتفاع معين، وهتساوي الكيو اتش دي البروبابيلتي اوف اكسيدنس، واحد ناقص بي كابيتال اتش اللي هي هتمثل لي يا باشمهندسين الجزء، لو انا قلت لك ده كده بيمثل لي الكوميوليتيف دينستي فانكشن، فالجزء الثاني ده بيمثل لي البروبابيلتي دينستي فانكشن. تعال ندخل بقى نتكلم على الكومن اللي هي اتكلمت عليها على السريع، اللي هي الاتش ار ام اس والاتش بار والاتش اس، تحت مسمى بيسموه الكومنلي يوزد ويف هاي بارامترز، اللي هي المعاملات ارتفاعات الموجة الأكثر شيوعا. معاملات ارتفاع الموجة الأكثر شيوعا، تاني معاملات ارتفاعات الموجة الأكثر شيوعا، عشان الناس اللي بتكتب وراي. أول حاجة هندسة، أنت قلت لي عندي حاجة اسمها الـ HRMS وأنا مش عارف يعني إيه الروت مين سكوير ويف هايت. بقول لك الروت مين سكوير ويف هايت ده خاصيه من خصائص الامواج
أو خاصية من خصائص ارتفاع الأمواج بيعبر عن متوسط مربع الجذور. تاني، متوسط مربع الجذور يعني ايه يا هندسة؟ بيقول لك ان الاتش ار ام اس انت عندك للموجة 10 او 15 ارتفاع، بيقول لك ان الاتش ار ام اس بيساوي الجذر جمع لي الجذور اتش تربيع واقسمها لي على ان. تاني، الاتش ار ام اس بيساوي جذر سيجما الاتش تربيع مقسوم على ان. يعني ايه يا هندسة؟ لا انا قلت لك انا عندي ارتفاعات الموجة كان 1 و2 و3 و4 و7، وبقول لك احسب لي الاتش ار ام اس يا باشمهندس. تحسبها لي ازاي؟ بقول لك في الاتش ار ام اس هتساوي عندي الواحد تربيع. اتفضل. هو مش كده يبقى معناه جذر متوسط مربع الارتفاعات؟ جذر متوسط مربع الارتفاعات، ما هو متوسط مربع الجذور يا محمد. ما هو كلامك هو كلام جايز. هو انا هو انت بتقول جذر، بتقول جذر ايه؟ جذر متوسط مربع الارتفاعات اللي هو متوسط مربع الجذور. يعني ايه مربع الجذور؟ انت جبت خدت الجذر للمربعات وجبت المتوسط بتاعه. ما هو كده يبقى معناه المتوسط بره مش جوه. لا، المتوسط جوه مش بره. طيب ماشي 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 تمام. على فكرة كلامك ده محمد جميل جدا، انا هبعت لك كتاب دلوقتي بيقولك ان الجذر بره مش جوه فعلا، بس يعني الناس شغالة كده والناس شغالة كده. يعني الكتاب اللي انا شغال منه مش عارف في كذا حد شافه، اسمه Introduction to Costal. قالك ان من الافضل انك تخلي الان بره مش جوه، لكن احنا بنتكلم على الدكتور قاله فهنبقى الان جوه زيها زي الدكتور بيتكلم عليه، ويبقى احنا شغالين زي ما الدكتور عايز بالظبط. فيبقى ايه الشعور المسا هتساوي ايه؟ اللي هو متوسط مربع الجذور. لو انا قلت لك عندي ارتفاعات الموجه 1 2 3 4 7، يبقى الاتش ار ام اس هتساوي الجذر 1 تربيع 2 تربيع 3 تربيع 4 تربيع 7 تربيع، واقسم لي دول على الخمسه يطلع لك هو ده متوسط مربع الجذور. ده غير منطقي يا محمد بقى، وليه الثاني المفروض صح؟ لان انا لما ربعت دول المفروض اقسم بره هنا على كام؟ على عددهم، او ان انا اقسم هنا على 25، يبقى دي ان التربيع زيهم يعني. بس ايه، انا اعمل زي ما الدكتور عايز. فكلامك منطقي، بس هو انا اعمل زي الدكتور عايزه، لان هو في الاخر احنا ملتزمين بكلام الدكتور، والدكتور حلل لكم المساله كده كمان. لكن الكلام الصح اللي انت قلته وهو بص خليك معايا نروح بعيد مع بعض. ليه؟ بص ركز معايا كده، انت الشير باين اهم حاجة. ايوه باين يا راجل، بس انت لو بتتكلم احصى، لو بتتكلم احصى بقى فهو فعلا القانون غلط. ايوه لان برضه يعني كده القانون غلط. ايوه ايوه انا فاهم والله كلامك صح. هو يا محمد اهو مفروض فعليا الان بره، بس احنا هنلتزم بكلام الدكتور عشان كده دخلنا الان جوه. بص اه يا محمد، ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا محمد كلامك مظبوطه، شفتها لان فين؟ لان بره تحت في المقام. ده الطبيعي، بس احنا ملتزمين بكلام الدكتور. تمام تمام. بعد كده هنتكلم عن حاجه، يبقى دي اول خاصيه فيها مشكله يا جماعه. اول خاصيه فيها مشكله، في حد ما يعرفش يحسبها لو مديك ارتفاعات معينه؟ طيب تعالى نشوف اللي بعدها. اللي بعدها المين اوف ويف هايت، يعني متوسط ارتفاع الامواج اللي عندك اصله. يعني ايه يا باشمهندس؟ يقول لك ان الاتش بار بتساوي سيجما الاتش على ان.
يعني انت كان عندك 3 4 5 6 موجات، يبقى عندك مثلا ارتفاعات 1 2 3 4 7، هات لي المتوسط بتاعهم. كنا بنجيب المتوسط ازاي؟ مجموع الارقام على عددهم، يبقى مجموع 1 2 3 4 7 اقسمهم على عددهم اللي هو 5 يديك في الحاله دي اللي هو المين ويف هايت. ثالث حاجه وده اهم حاجه وده اهم حاجه في المنهج كله اللي هو الاتش اس، اللي هو بيسموها افريج هايت اوف هايست ثيرد اوف ويفز. طبعا انت مش فاهم اي حاجه. افريج هايت اوف هايست ثيرد اوف ويفز بيقول لك متوسط ارتفاع الثلث الاكبر من الامواج. ده مهم جدا. يبقى الاتش اس او السيجنيفيكانت ويف هايت بيمثل لي متوسط ارتفاع الثلث الاكبر من الامواج. يعني ايه هندسه؟ بيقول لك ان الاتش اس او بيسموها الاتش ثلث لانه متوسط ارتفاع الثلث الاكبر من الامواج، بيقول لك الهايست ثيرد عن نمبر اوف ثيرد. يعني ايه؟ يعني لو انا قلت لك ان انا عندي 6 ارتفاعات للموجه 5 2 6 7 8 9، فين اكبر، فين التلت الكبير؟ يبقى المساله دي عباره عن كام تلت؟ 3 تلات 5 و2 6 و7 8 و9. ركز معايا، فين اكبر موجتين حصلوا؟ ال8 وال9. يبقى انت عندك هايست ثيرد. يعني ايه هايست ثيرد؟ يعني اجمع لي ال8 زائد ال9 واقسم لي على عددهم اللي هو كام؟ 2. طيب يا هندسه ما كانش كده، كان عندي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9، يبقى انا عندي كام موجه؟ 9. يبقى الثيرد بتاعهم كام؟ 3. اكبر 3 امواج فيهم كام؟ 9 و8 و7. يبقى متوسط التلت الاكبر عباره عن كام؟ 9 زائد 8 زائد 7 على 3. لا يا هندسه انا مش فاهم، انا عندي 15 موجه بارتفاعات معينه، يبقى التلت بتاعهم كام؟ مش لازم تاخد، مش لازم تاخد رقم يقبل اسم على 3 على فكره. بالظبط، مش لازم تبقى بيقبل اسم على 3، ممكن يبقوا 16 هاخد اكبر 3 منهم يا طارق. فعلا يعني لما يبقى عندي 16 مثلا الدكتور قال خد 4، يعني لو طلعت 3 وشويه خد 4. كان سلم ده قال لكم كده، سلم سألوا فيها. هو مفروض لو 3 وشويه والكسر ده اقل من 3، اقل من 3 ونص بتاخدها 3، ولو الكسر اكبر من 3 ونص بتاخدها 4. بس خلاص، يبقى لو الدكتور لو 4 لو 3 وكسر ناخد 4. هي في الاخر انك تبقى فاهم بس ان انا باخد التلت الاكبر من الموجه. بمعنى انا كان عندي 18، ف 18 على 3 يديك 6، يبقى انا هاخد السته الكبار واقسمهم على 6. كان عندي 20 فاقسم 20 على 3 يديك كام؟ يديك 6 67، يبقى انا هاخد السبعه الكبار واقسمهم على 7. لا ما احنا لازم نعرف بالظبط هندسه، لان زي ما انت قلت ده رقم جوهري فما ينفعش فيه الاحتمالات. لا بدل الدكتور قال لك لو هي الكسر خدها قربها للزياده يا محمد، خلاص يبقى قربها بالزياده. هو كان دكتور احمد بيتعامل مع النص، يعني لو كانت 3 و2 مثلا يقول لك لا خد 3، لو كانت 3 و6 يقول لك لا خد، لو 3 ونص يقول لك خد 4. يعني هو كان بايه بالتقريب، لو كانت 3 والكسر اقل من النص يقول لك خلاص خد الثلاثه الكبار، لو التلاتة والكسر أكبر من النص خد الأربعة الكبار. لكن دكتور أسع بما أنك قال لك لو تلاتة وكسر وقال لك خد الكبير، فناخد الكبير على طول، مش مشكلة خالص بالنسبة لنا. ده بالعكس كده سهلنا الحل، يعني تلاتة وواحد يبقى أربعة، خلاص يبقى أربعة مفيش مشكلة. حد عنده مشكلة يا جماعة في السيجنيفيكانت ويف هايت؟ في حد عنده مشكلة في إنه يفهم المصطلح؟ أنا هجري بس كده وعشان الرسمة دي. يعني ايه هندسه التلت اوف ويفز؟ لو خدت بالك ان ده اسمه ريليف ديستريبيوشن، فالتلت الاكبر من الموجات غالبا اللي هو اقل احتماليه انك تظهر. يعني ده اقل احتماليه، انا باخد التلت ده واجيب المتوسط بتاعهم، وده يبقى بالنسبه لي حاجه اسمها السيجنيفيكانت ويف هايت اللي انا شغال بيه. تمام، نرجع تاني للسيجنيفيكانت ويف هايت. لو انا قلت لك انا عايز اتش 1 على 10، اتش 1 على 100، اتش 1 على 500، ده بيسموه يا جماعه افريج هايت اوف هايست الرقم اللي مديهولك اوف ويفز.
يعني هو مديك 1/10 بيقول لك ايه متوسط ارتفاع العشر الاكبر من الامواج. طيب لو قلت لك 1/100 متوسط ارتفاع مش هنسميها العشر المئويه الاكبر من الامواج. طيب ده احسبها ازاي؟ بنفس الطريقه بنفس الاسلوب يا جماعه. انا عندي اتش 1/10 بتساوي الهايست تنث على النمبر اوف تنث، بمعنى ان انا كان عندي دول 20 موجه، كان عندي 1 1 و2 1 و3 1 و4 1 و6 و7 وهكذا، وانا بقول لك احسب لي اتش 1/10. اعمل ايه يا باشمهندس؟ بقول لك اتش 1/10 يا هندسه بتساوي اللي هو اتش الاتش 1/10 هتساوي هنسميها يعني طبعا هي مش اتش اس، اسف ثواني عشان ما لخبطكوش، بس اتش 1/10 هتساوي يا باشمهندسين والله هات لي انت كان عندي كده 20 قرايه، 20 قرايه يبقى انا عايز العشر الاكبر منه، يبقى كل 10 هاخد واحد. هدول اكبر اتنين كام؟ اكبر اتنين كان 9 و6.5، دي 6.5 لان فينا 6.5، كان 9 و6.5. يبقى تقوم ايه اللي يبقى الاتش 10 بتساوي اتش 1/10 بتساوي 9 + 6.5 = 2. طيب لو كان عندي 100 قرايه يبقى انا اخد اكبر 10. لو عندي 5 قرايات اعمل ايه؟ على كلامك تفتكر اعمل ايه؟ اخد قرايه، اخد قرايه واحده. يبقى لو كان اقل من 10 اخد قرايه اللي هي الكبيره، لو كان اكبر من 10 مثلا، لان خد بالك احنا بنتكلم في 100 او 1000 موجه ما بنتكلمش في عدد قليل، فانا باخد العشر الاكبر من الامواج واقسمه على عدده. لحد ما انا واقف هنا يا جماعه في مشكله؟ في حاجه مش واضحه؟ لا تمام كده. تعال نكمل الكومنلي يوزد ويف اي باراميترز. اتش دي بيسموها الموست بروبل اوف ويف اي، القيمه الاكثر تكرارا، بمعنى ان انا كنت مديك الويف هايت 1 2 3 4 7 8 9، هل في قيمه اتكررت هنا يا جماعه؟ لا. يبقى الاتش مود بالنسبه لي كام؟ نوت اكزيست، ما تقوليش صفر، لان الدكتور احيانا بيعتبر الصفر ده رقم، فتقوم قايل له الاتش دي يعني المود او الموست بروبل اوف ويف هايت اكثر قيمه تكرارا مش موجوده. تمام، وصلت ولا ما وصلتش؟ ما وصل. الريليشن بتوين ديفرنت، عم نتكلم على المود. الريليشن بتوين ديفرنت بارامترز بقى، يعني ايه الريليشن بتوين ديفرنت بارامترز؟ في قيمتين اللي انا اتكلمت عليها عشان تبقى فاهم، بس اللي انا اتكلمت عليها ثواني بس عشان ايه؟ اسمها المود اوف ويف هايت، يعني القيمه الاكثر تكرارا. القيمه الاكثر احتماليه يا جماعه اللي هي انهو عشان تبقى فاهم بس، هنسميها اتش اتش بي. القيمه الاكثر احتماليه القيمه دي يا جماعه، فدي بيسموها القيمه الاكثر احتماليه الرقم ده. طيب الرقم ده، الرقم ده انت ما ينفعش تحسبه الا لو قلت لي الاحتماليه بكام عشان ادخل القانون واقدر احسب قيمة الاتل بي او القيمة الاكثر تكرارا. انما الاتل دي اسمها اتل ام، هنسميها اتل مود، يعني القيمة الاكثر تكرارا. القيمة الاكثر تكرارا هنا مش موجودة، عشان بس افرق لك ما بينهم، لان ممكن الدكتور يكون اداك القيمتين في المحاضرة. لو الدكتور اداك المود يبقى دي القيمة الاكثر تكرارا، لو اداك الاتل بي يبقى القيمة الاكثر احتمالية. عدلها الاكثر احتمالية، يبقى لازم يديك هو الاحتماليه عشان تجيب انت الاتل بتاعها. تقول ايه اللي بيسال؟ بقول لك عدلها في النوت اكزيست كمان. ايه؟ عدلها في القيمه بتاع النوت اكزيست. اتش ام. طب فكرني ابعت لكم ده بقى عشان لو في الثانيه هتلاقي في تعديلات. ماشي، اول ما اخلص هلغيك على طول. ايش؟ تمام؟ ايه العلاقه يا جماعه بقى اللي بتربط لي ما بين البارامترز دي
واللي تخلي شكل الدالة يتبع ريليف ديستريبيوشن. بيقول لك اول حاجة لو كانت الـ HS او الـ H tilt بتساوي جذر 2 HRMS، بمعنى انا حسبت السيجنيفيكانت ويف هايت وحسبت الـ HRMS، لقيت ان الـ HS فعلا سوالي 1.416 HRMS، في الحالة ده اقدر اقول له ان الدالة بتتبع ريليف ديستريبيوشن. وفي حاجة كمان، ان الـ HS بتساوي 1.6 من الـ H بار، يبقى انت تاخد بالك ان الـ HRMS دايما اكبر من الـ H بار من غير ما تفكر. دي اول حاجة. ده القانون اللي انا كاتبه ده، التاني ده، ده اللي يثبت لك ان الدالة بتتبع الرياليف. طيب يا هندسة، انا جبت الـ HS طلعت معايا بواحد ونص، ولما جبت HRMS طلعت ان هي تقريبا ان الـ HS بقت بتساوي 1.4 من عشر HRMS. تفتكر هي بتتبع الرياليف ولا ما بتتبعش؟ فعليا يا جماعه ما بتتبعش الرياليف. طيب انا في الامتحان لو لقيت الرقمين قريبين من بعض هكتب له كده the function follows relief distribution and all equations can be applied، ان الداله بتتبع الرياليف وكل المعادلات اقدر اطبقها واقدر استخدمها عادي. لو حتى لقيتها 1.339% تتبع، 1.38 تتبع. ليه؟ لان انت لو انت دخلت في لا تتبع يبقى انت محتاج قوانين خاصه، واحنا ما عندناش القوانين الخاصه دي. فهتلاقي الدكتور دايما بيحاول يظبط المساله انها تتبع الرياليف. تاني حاجه بيقول لك ان الاتش عشر بتساوي 1.27 من الاتش تولت، 1.8 اتش ار ام اس، 2.03 اتش بار. طبعا القوانين دي كلها مش حفظ، القوانين دي كلها جيفن ومعاك في المنحنيات لو انتوا استلمتوه كل الكلام ده موجود. ولازم واحد يسال نفسه هو العشر اكبر ولا التلت؟ لا طبعا، يعني انا بقول لك ايه، انا هاخد التلت الاكبر واجيب المتوسط بتاعه، ولا العشر الاكبر واجيب المتوسط بتاعه؟ يبقى لازم العشر اكبر من التلت، ولو قلت لك 1/100 يبقى اكبر من العشر، وهكذا. ماكسيمم ويف هايت، لو انا مديك عدد من الامواج زي دول وقلت لك هات لي الماكسيمم ويف هايت فهتقول لي 7. طيب لو انا قلت لك الماكسيمم يعني اللي هو 7، لو قلت لك الماكسيمم ويف هايت بدايه الليتلس، ولكن الاتش ماكسيموم دايما بتبقى من 1.6 ل2 من اتش اس. 1.6 يعني هي الرقم ده بيتراوح ما بين الاثنين دول. بيقول لك ان احنا بناخدها 1.8 من اتش اس في الفورتيكال بريك ووتر، عشان كده قلت لك ان الدرس ده مش هيظهر لي غير في اخر درس في المنهج. اخر درس في المنهج اللي هيظهر فيه الشورت ويف اناليسيس تاني، قبل كده مش هيظهر تاني، اللي هو الدرس بتاع البريك ووتر، وبيساوي 2 في حالة الأوف شور ستراكشرز، ده برضو نوع من أنواع البريك ووتر. تمام؟ آخر حاجة في الكومن يوزد ويف هاي بارامترز، الكلام اللي أنا هكتبه ده موجود عندك في الجداول وبيجي على طول على فكرة. بقول لك إن أنا عندي قيمتين، حاجة اسمها الإتش بار ماكسيموم إن، وحاجة اسمها الإتش والعلامة بتاعتها زي ما أنت شايف ماكسيموم إن. بقول لك الأولانية دي معناها القيمة الأكثر احتمالية لكل الأمواج the most probable value of maximum wave height، القيمة الأكثر احتمالية لأكثر ارتفاع للموجة خلال التسجيل بتاعك أو خلال العاصفة. طيب التاني ده بقول لك إنه لا، هو مش الـ most probable، ده الـ mean value، القيمة المتوسطة. يبقى الاتش لو حطيت العلامه دي اخترفت، وتاخد بالك لان الاثنين موجودين في الجداول ورا بعض، انا لسه معيش الكتاب فمن الجداول مش عارف اجيبها لكم دلوقتي. انتوا استلمتوا الكتاب ولا لسه؟ ما احنا لسه ما نزلناش الكليه بقى. انت هتنزل الاسبوع الجاي صح؟ اه ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. انا كده كده هستلم الكتاب زيكم يوم الخميس باذن الله، هعرفكم في الصفحات اللي انتوا محتاجينها من الكتاب لما تستلموا الكتاب ان شاء الله. تمام؟ بيقول لك ان العلاقه دي بتساوي ايه؟ بيقول لك ان الاتش ماكسيموم اللي هي الموست بروبابل فاليو اوف ماكسيموم ويف هايت لعدد من الامواج مقداره ان 100 500 1000 1500 2000 على الاتش اس اللي هو سيجنيفيكانت ويف هايت بيساوي 0.706 جذر لن
للان. ان ده اللي هو عدد الامواج، ده القانون. طيب يا باشمهندس ما انت بتقول لي ما هو ليه قانون اهو، بس انا مش هخليك تحفظ القانون، لان اصلا في المنحنى في الجداول بيمديك الرقم ده لعدد من الامواج ان، يعني بيقول لك اتش ماكسيمم على اتش اس لموجه 100 500، عامل لك جدول كده يا جماعه. هو مديك هنا ادي 100 500 1000، ومديك هنا الاتش ماكسيمم على اتش اس، وبيقوم قايل لك هنا والله هتبقى رقم كذا الرقم كذا الرقم كذا. فانت ببساطه هتاخد الرقم ده وانت معاك الاتلي اس تقدر تحسب الاتلي ماكسيمم اللي هي الموست بروبابل فاليو اوف ماكسيمم اوف فايد، ونفس الكلام بالنسبه للجزء الثاني ده، عشان كده هتلاقي الاثنين بدلاله اللين ان اصلا. لحد ما انا واقف هنا يا جماعه، او بقول لك الان عدد الامواج خلال فتره القياس او خلال هبوب العاصفه، وبنجيبها من جداول وبتساعدني في حساب الاتلي اس. لحد ما انا واقف هنا كده انا خلصت نص السكشن. حد عنده اي مشكله يا جماعه؟ هو بالنسبه للاتش ماكسيمم ان ديت يعني هنستعملهم لسه في قوانين جايه ولا فايدتها لسه هتستعملهم؟ اه هعرفك ازاي بنستخدمه. طيب الارقام بقى اللي هي في الصفحه اللي قبلها دي حفظ ولا معانا بردك؟ كل الارقام، كل الارقام، كل الكلام ده مفيش قوانين عندك حفظ. الحمد لله. كل الماده كلها يا جماعه القوانين موجوده في الشارتس كلها، وهطلعها لك من الجداول وهتشوفها، ومش هتلاقي انت مش هتحفظ منك، مش عايز منك تحفظ اي حاجه غير انك تعرف تطبق. مادة جميلة والله. مادة جميلة فعلا. نبدأ نحل مسألة مع بعض. قبل ما احل المسألة دي انا احل مسألتين بعد كده ابدأ في الجزء الثاني. حد عنده مشكلة في الجزء الاولاني من السكشن؟ لا مفيش، بس هنلحق يا ريس نخلص النهاردة. هنخلص يا صاحبي، انت بتقول ايه؟ مفيش محاضرات، انا لازم اخلص النهاردة. اصل لو لك ما لازم ايه؟ المحاضره ممكن تبدا بتقول ايه؟ لا انا سامع كده انك عايز تحضر اسم المحاضره. يا باشمهندس دي مش محاضره، ده سيكشن ضبط جوده وحاجه تعبانه، يعني خلينا ننجز في المفيد. يعني ضبط جوده ايه؟ ضبط جوده ولا مهندس يشرح يا عم؟ ده الدكتور كان بيشرح بيقول لك المهندس المدني مش عارف يعمل ايه، يشرب كوبايه شاي يقلبها بايه، وحاجات وجع دماغ كده يا عم. عشان لو في غياب بس ما انا بقول لك اسئل. لا يا جماعه انا كمل التليفون ولا بس والفيديو هينزل، اللي عايز يكمل معايا يكمل، واللي عايز يسيب السكشن يسيبه. قشطه ريس، احنا معاك ريس للاخر. بيقول لك ان احنا ويف داتا ريكوردد باي ابيو بيو، دي يعني عوامه 2000 متر ديب ان ليستد. بيقول لك اللي هي موجوده على 2000 متر تقريبا جوه سطح البحر، تمام؟ بيقول لك اللي هو مديك ان العوامه دي اسيت لكل موجه اسيت 21 موجه ب 21 ارتفاع مختلف. يعني بتقول لك ان الموجه الاولانيه كان ارتفاع 54، الثانيه 205، وهكذا، واسيت لكل الارتفاعات دي. ايه المطلوب منك؟ اول حاجه احسب لي اتلس اللي هي السيجنيفيكانت تو فاي، اللي هي تار مس اللي هي الروت من سكوير وفايد. يبقى مطلوب منك انك تحسب لي ايت لس وليت تار مس. تاني حاجه افريج اند ماكسيمم وفايد، مطلوب منك تحسب لي الايت بار وليت لي ماكسيمم. تالت حاجه بقول لك هل الداتا اللي انا مديها لك دي بتتبع رياليف وعلالي على النتائج؟ يعني الداله دي اللي انا مديهم لك دول بيتبعوا الرياليف ولا ما بيتبعوش؟ وعلاله على النتائج. ايه بعد كده؟ بقول لك احسب لي كالكوليت احتماليه ذا بروبابيلتي اوف اكسيدنس، احتماليه تخطي الموجه لارتفاع 3.1 متر، تمام؟ طيب بعد كده بقول لك احسب لي احتماليه بروبابيلتي اوف اكيورنس، احتماليه تولد موجه بارتفاع equal or less اقل من او يساوي 4.5 متر. يبقى انت هتحسب لي الكوميونيتيف دينسيتي فانكشن الاربعه والكوميونيتيف دينسيتي فانكشن لنص متر. اللي بعد كده احسب لي احتماليه probability of occurrence، احتماليه حدوث موجه بارتفاع معين اللي هو 7 متر. وبيقول لك لو انا قلت لك find the wave height exceeded by 15% of the waves، احسب لي ارتفاع الموجه
ال 15% من الامواج هتتخطاها واحده واحده. وتعالى نفهم السؤال ببساطه جدا. اول مطلوبين يا جماعه تطبيق مباشر في القوانين. ثالث مطلوب علاقه ما بين اتش اس و اتش ار ام اس. رابع مطلوب عايز يجيب كيو اتش ل 3.1 متر. خامس مطلوب عايز يحسب البي كابيتال اتش ل 4 وللنص متر. سادس مطلوب عايز يحسب البي سمول اتش ل 7 متر. اخر مطلوب عايز يحسب اتش لو كانت الكيو اتش بتساوي 15%. حد عنده مشكله في السؤال يا جماعه؟ في حاجه مش واضحه؟ تعال اما نشوف واحده واحده يا جماعه. ازاي يعني دايما تعملوش بتاع؟ اول حاجه انت بتقول لي هندسه انت عايز تحسب الاتش تولت او الاتلس. فالاتش تولت هيساوي ايه؟ الافرج اوف بيج هايست سيرد. انا عندي كام موجه يا باشمهندسين؟ 21. 21 على 3 يبقى 7. هات لي السبع امواج الكبيره اكبر 7 وهات لي المتوسط بتاعهم. بيقول لك ان الامواج الكبيره كانت هي كام؟ 489 452 408 302 298 294 283. اجمع السبعه واقسمهم على عددهم اديك الاتلس. الاتش ار ام اس بتساوي ايه؟ سيجما جذر السيجما الاتش اي تربيع على ان. يطلع معاك بكام؟ كل الامواج بقى ال 21 2.655. الاتش بار الاتش ماكسيمم اللي هي اقصى موجه حصلت عندك اهي 489. هاتها اصلا من هنا بالنسبه ل 21 هي اكبر حاجه اللي هي 489 اهي. هتشوف يا جماعه دول 21 موجه. ببساطه جدا شوف اعلى واحده فيهم فهتلاقي 489 اللي هي عند ال 16 يبقى هي دي الاتش ماكسيمم. تمام. طيب الاتش بار مجموع الامواج على عددهم يطلع معاك 243. لحد ما انا هنا يا جماعه الموضوع سهل، انا بطبق في القوانين بس. طيب يا باشمهندسين انا عايز اعرف انا بقى رياليف ديستريبيوشن ولا مش رياليف؟ اقسم لي اتش اس على اتش ار ام اس. لو كانت بتساوي جذر 2 يبقى انا المفروض بتبع رياليف. لو ما بتساويش جذر 2 يبقى انا مش بتبع رياليف. فلما اقسم الاثنين على بعض هلاقيه بيساوي كام؟ 1.373. خدت بالك؟ وقال لك ايه؟ ده كلوز تو رياليف وانا هطبق رياليف. لكن هي فعليا هي ما بتتبعش رياليف لان المسافه في فرق بينهم. لكن انا اقول له ايه؟ كلوز تو رياليف ديستريبيوشن. But it doesn't it exactly. لكن انا في الاخر هطبق رياليف ديستريبيوشن. بس لما تطبق رياليف ديستريبيوشن تاخد بالك بقى. هو انا يا باشمهندس هستخدم الاتش اس اللي انا جبتها دي ولا احسب اتش اس جديده؟ فكر كده وقول لي. معلش تاني كده هندسه بتقول ايه؟ هستخدم الاتش اس دي ولا احسب اتش اس جديده؟ انت قدامك حل من اتنين، يا تحسب اتش اس جديده يا تحسب اتش ار ام اس جديده. بس في الحالتين انت لازم واحده منهم تتغير. ليه؟ لان انا عايز الداله تتبع رياليف عشان اقدر اطبق قوانين البروبابيليتي. فانا اقول له خلاص الاتش مين بكام؟ ب 2.43 عشان تتبع رياليف يا باشمهندس. يبقى الاتش اس بكام؟ 1.6 او الاتش اس بكام؟ جذر 2 اتش ار ام اس. واقوم قايل ان الاتش اس بدلت الاتش ار ام اس واروح احسب الاتش مين. يبقى من الاخر عشان اقدر اطبق قوانين البروبابيليتي لازم تكون علاقه ما بين الاتش اس والاتش ار ام اس والاتش بار. الثلاثه دول لازم يكون في علاقه بينهم. اروح لمين يا هندسه؟ اي حد. يعني لو واحد منكم قال انا هثبت الاتش اس وهجيب الاتش ار ام اس والاتش بار صح،
واحد تاني قال انا اثبت الاتل بار واجيب الاتل اس والاتل ار ام اس صح. واحد تالت قال انا اثبت الاتل ار ام اس واجيب الاتل بار واجيب الاتل اس صح. التلات حلول صح، بس في الاخر انت لازم تتعوض لي في القانون ده وتجيب لي اتل اس الجديده وتجيب لي اتل ار ام اس الجديده، او انك تعوض في قانون الاتل اس وتجيب اتل ار ام اس الجديده واتل بار الجديده. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح يا ريس. لو في مشكله يا ريت تعرفوني. فخلاص انا قلت اثبت الاتل مين ومنها اجيب الاتل اس، طلعت ب 1.6 من 10 اتل مين بين 388، ومن الاتل اس اجيب الاتل ار ام اس طلعت 275. يبقى انا ثبت لي الاتل مين، ده حل من الثلاث حلول. وقمت جايب الاتل اس وجبت الاتل ار ام اس واشتغلت على كده. طيب اعمل ايه هندسه فور بروبابيلتي كالكوليشن؟ البروبابيلتي بقى اعمل ايه في البروبابيلتي؟ والله هندسه ببساطه جدا، شوف ايه المطلوب عندك وجيبه. بمعنى انا عايز اتل اكسيدد باي 3.1 من 10 متر، انا عايز احتماليه تخطي الموجه لارتفاع 3.1 من 10 متر. اقوم داخل معوض في القانون الكيوب تساوي 1 ناقص البي كابيتال اتل، البي كابيتال اتل بتساوي 1 ناقص الرقم ده، يبقى واحد ناقص الواحد يطولوا مع بعض يتبقى لك الرقم ده. الكيوب تساوي اكسبشن سالب اتل تربيع على اتل ار ميس كل تربيع. على فكره انا ممكن اعوض في اي قانون من الثلاثه، الثلاثه هيدوني نفس الناتج. ليه؟ لان انا ثبت وخليت رياليف هو الاساس وجبت اتل اس واتل ار ميس بثلاثه اتل بار، فالثلاث قوانين زي بعض بالظبط، فشوف الاسهل بالنسبه لك وعوض. فانا عندي الاتل 3.1 اللي اتشار الميس 2.75، اعوض اجيب الكيو تطلع نسبة التخطي 3.1 من 10 متر ب 28%. لو انا قلت لك لنفس السؤال ده الكيميوليتف دينستي فانكشن ل 3.1 من 10 متر بتساوي كام؟ 72%. بس عشان بس تبقى فاهم الاتنين بيربطوا ببعض، 72% هندسة تخطي 3.1 طلع 28%، يبقى اللي اقل من 3.1 يبقى 72%. تمام. تاني احتماليه بي اتش اقل من او يساوي 4 متر، يبقى 1 ناقص اكسبشن سالب اتش تربيع على اتش ار مس كل تربيع، اللي اتش تربيع اللي هي ب 4، اللي اتش ار مس اللي هي 275. بقول لك ان نسبه الكوميوليتيف دينستي فانكشن اللي اقل من 4 متر او يساوي، يعني احتماليه تولد موجه اقل من او يساوي 4 متر بكام؟ 87.9%. طيب يبقى نسبة التخطي بكام؟ الباقي يبقى انا اقدر اقول 12.1%. يبقى انت لو جبت كيو اتش ل 4 متر لاكبر من يساوي 4 متر هتلاقي 12.1%. طيب لو قلت الاحتمالية تخطي النص اللي هي احتمالية اسف تكون اقل من يساوي نص، نفس القانون الاتل بنص الاتل. حد يسأل، كان لازم تسألني هو ليه حط السالب ده يا جماعة في القانون؟ عشان الاكسبشن دي ليك انت، السالب ده يا جماعة اهميته عشان الاكسبشن، لان ايه قص سالب بيطلع لك موجب. بس مش مشكلة تمام، لانها مش هتفرق معاك، احفظ القانون زي ما هو خلاص او اعرفه زي ما هو. يبقى احتمالية تخطي النص طلعت بثلاثة وربع، يبقى احتمالية الاكسيد النص 96.75%. انا بحاول اربط لك الاثنين ببعض عشان تبقى فاهم. طب لو قلت لك بقى احتمالية تولد موجة بارتفاع معين، انا عايز احتمالية تولد موجة بارتفاع مقداره 7 متر، فعوض لي في القانون اللي هو 2 اتش على اتش ار ام اس كل تربيع اكسبشن سالب اتش تربيع على اتش ار ام اس كل تربيع، الاتش دي ب 7، الاتش ار ام اس اللي انت لسه حاسبها اللي 275 عوض لي دي تطلع كام؟ خدت بالك ان كل ما الموجه ارتفاعها بيزيد ايه اللي بيحصل في الاحتماليه بتاعتها؟ بتقل. بتقل.
ليه مفروض توصل في الاخر لكام؟ مفروض ايه لحد الصفر؟ لحد الصفر. الله ينور عليك. يبقى ده بيثبت لك ان الكلام اللي احنا بنقوله ان كل ما الموجة ارتفاعها بيزيد احتمالية تولدها عمال بيقل لحد ما يوصل تقريبا للصفر. اخر حاجة عندنا بيقول لك احسب لي اتش اللي تخلي 15% من الامواج تتخطى ارتفاع معين. يبقى الاحتمالية بتاع 15% بتساوي كام؟ اكسبشن سالب اتش تربيع على اتش لو مسك كل تربيع يطلع لك الاتش بكام في الاخر؟ ب 3.78 من 100 متر. بيقول لك بمعنى ان 15% من الامواج اللي تخطوا الارتفاع الارتفاع ده هو 3.78. طيب انا صح ولا غلط يا هندسه؟ انا ما اعرفش بصراحه. تعالى كده للرقمين كده ركز كده في الرقم ده. ده اتش كام؟ اقل من او يساوي 4. وده اتش كام؟ اللي هو بيساوي 3.78. لما قلت لك احتماليه التخطي لاربعة طلعت بكام؟ ب 12.1%. يبقى احتماليه تخطي 3.78 تكون اكبر ولا اقل؟ تاني هرسم لك رسمه كده تفهمك. بص يا جماعه ده كده 3.78 وده كده الاربعة. احتمالية تخطي الاربعة كانت بكام؟ كانت ب 12.1. احتمالية تخطي 3.78 مفروض تكون اكبر ولا اقل؟ مفروض تكون اكبر. طيب هي كم اصلا؟ 15. احنا في الامان. احنا في الامان والدنيا تمام يا باشا. الحمد لله. الحمد لله. حد عنده مشكله يا جماعه لحد ما انا واقف هنا؟ هو لو انا جيت من المساله اشوف علاقه الاتش اس بالاتش ار ام اس طلعت مثلا 1.4 و1.39 لازم برضك اروح اجيب اتش اس جديده واتش ار ام اس جديده. بالظبط يا محمد لازم تجيب اتش اس جديده لازم. تمام. هي للاسف عشان تقدر تطبق قوانين الاحتمالات دي يا محمد. تمام مفيش مشكله. بس كده كده في كل مره لازم هنجيبها جديده لان مستحيل تطلع جزر 2 بالظبط. لا مروان طلعت في مره والدكتور عملها تعمدا السنه لسه كانت اول سنه يحطها وحطها جزر 2 بالظبط. ده بيحاربنا بقى. بالعكس ده بيظبط لك الدنيا بيسهل المساله. اه بيسهل. هو جاب جزر 2 بالظبط. تمام. حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ حد عنده مشكلة في المسألة دي؟ نبدأ في المسألة اللي بعدها؟ ماشي. يعني المسألة بقول لك ايه؟ The significant wave height of one hour sea state بقول لك ان الـ HS لحال البحر كان 3 متر والمين ويف بيريود بقول لك ان التي مين 7.2. المين ويب بيريود ده مش هتكلم فيه دلوقتي لان ده محتاج ان انا اكون خلصت التايم دومين اناليسز. بس انا بقول لك بس انا هحل المساله دي لحد المطلوب رقم اف واخر حاجه هرجع له بعد ما اخلص. اف ذا ويف هايد ديستريبيوشن بيقول لك لو انا الويف هايد بيتبع ريليف. الله ده حلو قوي هندسه ده. يعني هو بيقول لك في الاخر ان انت تقدر تطبق قانون الاحتمالات. هو اللي قال لك كده لانه بيتبع ريليف. احسب له ايه بقى؟ شوية مطالب جامدة جدا كده مستنيين من حضرتك تحسبها. ايه هي؟ بقول لك احسب لي الماكسيموم ويف هايت. تاني حاجة ذا ويف هايت اكسيدد اونلي باي 2% اوف ذا ويفز. ان هي ارتفاع الموجة اللي بتتخطاها 2% من الامواج. ذا افريج ويف هايت الاتش مين. ذا افريج ويف هايت 10% اتش لواحد على 10. The wave height exceeded by 10% of the waves. ارتفاع الموجة اللي بيتخطاها 10% من الأمواج. The root mean square wave height. HRMS. مسألة دي سهلة جدا. احنا عندنا اقول لك ايه؟
عشان تجيب الماكسيمم ويف هايت فلازم يبقى معاك الان. ايه الان ده؟ عدد الامواج في المساله. لو مش مديهولك احنا بنفترضه 1000، لكن هو هيبقى مديهولك. ليه يا هندسه؟ بيقول لك ان الاتش ماكسيمم في 1000 على اتلس بيساوي الرقم ده. ده طبعا جاي من الجداول زي ما قلت لك. طيب ما الاتلس انا اصلا مديهالك بكام؟ بالثلاثه. ما تضرب ده في الثلاثه يطلع لك بكام؟ يبقى الاتلي ماكسيمم. يبقى القانون ده اللي كان بيسال واحنا نستخدمه فين؟ بنستخدمه هنا هندسه. انا بديك عدد الامواج وبديك الاتلس واقول لك احسب لي الاتلي ماكسيمم. انت بتدخل تجيب لي الرقم ده من الجداول وتضرب لي الاتلس بالرقم ده يطلع لك الرقم اللي انت جبته ده. طيب تاني حاجه، احنا بنتبع الرياليف، مديك الاتلس ب 3 متر. مالناش دعوه بده كله، انا قلت لك ده كله ما يهمنيش دلوقتي. ده اللي يهمني البدايه دي. انا عايز اتلي اكسيد باي 2% اوف ويف، اللي هو انا عايز ارتفاع الموجه اللي بيتخطاها 2% من الامواج. فهتقوم قايل له ايه؟ ان كيو بتساوي 2%. يبقى هتساوي 2% بتساوي اكسبشن سالب اتلي تربيع على اتلي مس تربيع، او تعوض بيكون اتلي لسه على طول، اللي هو سالب 2.005 اتلي تربيع على اتلي اس الكل تربيع. الاثنين صح، الاثنين صح. طيب يا باشمهندس انا لازم احسب الاتلي ار ام اس، فالاتلي ار ام اس بتساوي اتلي اس على جذر 2 هيطلع معاك ب 2.12%. يبقى الاتلي بتساوي كام؟ الاتلي 2% هتساوي كام؟ الرقم اللي قدامك ده اللي هو 4.9% متر. طيب انا قلت لك اهو ده المفروض الخطوه دي قبل دي. الاتلي اس اللي انا عايز احسب الاتلي مين؟ الاتلي اس بتساوي 1.12 الاتلي مين؟ بيساوي جذر 2 من الاتلي ار ام اس. يبقى الاتلي مين بتساوي؟ اتلي اس على 1.6 يطلع معاك 1.875. لو قلت لك عايز احسب افريج اوف هايست 10% اوف ويف، ده بتيجي منين يا هندسه؟ ركز معايا اهو، عشان بس الناس اللي بتقول ممكن تقول لي يا باشمهندس هو القوانين دي انا اجيبها منين؟ بص، اتش 10 بتساوي 1.27 من الاتش تلت بتساوي 1.10 اتش ريس بتساوي 2.3% اتش بار. يعني انت مش هتحسب حاجه، القوانين معاك، وانت بمجرد ما تضرب 1.27 في الاتش تلت جبت الرقم. نرجع تاني. هو هندسه لو جاب لي غير الاتش 1 على 10، لو اي رقم تاني وبرضه لان غير معلوم معاك لحد اتش 1 على 100 موجوده في التيبلز هبقى اوريها لك ان شاء الله. تمام. يعني لو عندك اتش 1 على 100 موجوده في التيبلز برضه. علاقه ما بين اتش اس والاتش 1 على 100. ثواني كده، هي موجوده هنا على فكره لو انتوا عايزين تعرفوها اهي. ادي الاتش 1 من 100، ادي الاتش 2 من 100. ادي وكل الكلام ده موجود، يعني هتلاقيه موجود اصلا في التيبلز كله موجود، فما تقلقوش ان شاء الله. يعني انتوا مش هتحتاجوا حاجه بره التيبلز باذن الله. تمام. انا جبت بس الاتل 10، بعد كده عايز اجيب اتل اكسيدد ب 10% ب 10% بيساوي اكسبشن سالب اتل تربيع على اتل ار ام اس. نفس الكلام اللي انا عملته في ال 2% يطلع معاك الاتل 10% ب 3.216 متر، والاتل ار ام اس اصلا هتساوي اللي هي اتل اس على جذر 2. يبقى انا كده خلصت الجزء بتاع الاحتمال والجزء بتاع السيجنيفيكانت ويف هايت والار ام اس والاتل مين. اول جزء يا باشمهندسين في حد عنده مشكله فيه؟ اول جزء حد عنده مشكله فيه؟ معاكم راحه دقيقتين تشموا نفسكم عشان نكمل السكشن. طب باشمهندس اسال بس السؤال بتاعي. في السكشن اللي فات بس كان الوحدات بايظه شويه في الحساب الاي والباور. الاي والباور ليه؟ كان مثلا الدكتور بيضرب في 981 اللي هي جي، وكان في وحدات متغيره شويه. ثواني ثواني، الدكتور ضرب الرو في الجي؟ اه تسعة واحدة. ما هي ليها علاقة بالوحدات. ايوه غلط. غلط. انا اقول لك غلط. غلط.
الجاما 1.025. الكلام ده على فكرة انا كنت بعمل زي دكتور اسعد. مين اللي دكتور؟ دكتور احمد. دكتور احمد اللي دخل الجزء ده. انت قلت اكيد قال لك المعلومة الصح وانت سمعتها غلط. دكتور احمد انا كلمته اصلا في المعلومة دي. الروجي 1.025. واحد بين 0.25. طب الوحدة؟ الوحدة كانت الانرجي كانت جول على متر مربع. جول على متر مربع. هو باشمهندس لو ضربنا 1.025 في اتش تربيع تطلع طن على المتر. طن على المتر تكافئ جول على المتر المربع. تكافئ جول على المتر المربع. والله ما اعرفش الوحدات يا مروان، بس هو انا الحته دي بالذات انا فاكر ان انا سالت فيها دكتور احمد، لان انا كنت بعمل كده فعلا. كنت بضرب الرو 1.025 في الجي في كمان اللي هي الاتش تربيع. هي ما هي طن على المتر المربع. طن على المتر ديت طن اللي هو كان طن وزني غير طن الكتل. فهي علشان اقول عليها جول على 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 المتر المربع تقريبا او جول على الثانيه مش فاكر. انا هنرجع له فيها برضه، هرجع له فيها سهل، هرجع له فيها واتاكد من الوحدات بتاعته. لكن انا بقول لك اصل هو اللي قال لي المعلومه. انا كنت بعمل كده على فكره. انا لو بعت لكم حل الشيت اللي انا عامله كنت عامل كده اصلا، بس الدكتور قال لي لا، قال لي الروج دي بتتاخد 1.025 وبنعوض بيها على طول. تمام. بس ساعتها لازم تبقى الوحده طن على المتر. انما لو انا بقى حط الجي 981 ساعتها ممكن اقول الوحده بقى اللي هي بتساوي الجول على على الرقم الثاني. انا كنت ده اللي انا عارفه واللي انا مقتنع بيه. فهي بس الوحده بس هي اللي في المشكله. بس حاجه في الراحه بس كده هوريك حل بتاع الشيت. انا كنت عامل زي ما انت بتقول كده والدكتور قال لي لا. بص يا مروان، بص يا سلمي، شايف الرقم ده؟ ايوه. ده الرقم ده كان بيجي من الرو جي اللي انت كنت حاسب بيها اللي هي كانت 9.8 في 1 بوينت وكذا. الدكتور قال لي غلط، عشان كده كانت الباور بتطلع كبيره اصلا. تاني نفس الكلام. انا كنت بحسبها كده. ما هي الفكره في الوحده مش يعني. انا عارف والله، انا بقول لك انا مقتنع باللي انت بتقوله، بس الدكتور قال لي لا انت بتضرب دي كذا على طول وبتطلع الناتج على طول. فقلت له بالله حضرتك شايفه انت في الاخر يعني انت الدكتور عايزه انا بعمله، انا ماليش دعوه. لكن الوحده فعلا زي ما انت بتقول انا مضطر اضرب الرو في الجي في الاتش تربيع، اضرب الرو كوميتا في الجي كوميتا في الاتش تربيع عشان اوصل للجول. هو بس لو تعرف لنا من الدكتور الوحده اللي نمشي بيها. اقول لك والله اكلمه تاني. انا اقول لك انا مقتنع بكلامك لان انا حلل كده اصلا، انا بحلها كده. هو فعلا الدكتور اللي لقيناه كاتب الوحدتين ورا بعض يعني ايه برضك نفس الفكره، وكتبها طن على متر وبعدين راح كاتبها جول ويعني ايه ضرب في 1000 بس اللي هو كان بيحاول طن تقريبا لحاجه. خلاص انا اكلمه اتاكد لكم من ارقام مثلا. حاضر وابلغكم ان شاء الله. تمام جدا. مش بس نبدأ الجزء الثاني من السكشن. الجزء الأول في حد عنده أي مشكلة فيه؟ لا عدى كويس الحمد لله. الحمد لله. الجزء الثاني رخم سنة بس هنعديه في الآخر برضو. الجزء الثاني رخم لأنه هو شغال دلوقتي مش أناليسز، هو محتاج إنك تشغل دماغك بقى، عشان كده هتلاقيني جايب لك صور كتير في الجزء ده. بيقول لك إيه؟ أنا أول حاجة هندسة درست معاك حاجة اسمها شورت تيرم اناليسس، فقلت ان انا عندي اكتر من ارتفاع للموجة، وبالتالي انا ما ينفعش ادرس خصائص الموجة بدلالة النظرية الخطية. فروحت جبت حاجة اسمها الويف وايد ديستريبيوشن من خلال علاقة اسمها رياليف ديستريبيوشن. تمام. التايم نفس الفكرة. والله يا هندسة انا عندي مشكلة في ان انا عندي اكتر من زمن ممكن يحصل. بيقول لك عشان انا عندي اكتر من زمن ممكن يحصل فبنعمل حاجه اسمها تايم
domain analysis، تحليل مجال الزمن. يعني ايه تحليل مجال الزمن؟ انك تجيب لي علاقه ما بين ارتفاعات وانخفاضات الماء وسطح الماء. زي ايه؟ زي الرسم اللي قدامك دي. دي بالنسبه لك موجه شويه، موجه ليها ارتفاعات وليها انخفاضات. طيب يا هندسه انا عايز اجيب زمن اقدر ادرس من خلاله، فيقول لك ان انا ما عنديش زمن واحد هنا للاسف، انا عندي اكتر من زمن. ازاي؟ بقول لك والله انا عندي زمن اللي انت علمت عليه ده، ان في موجه كانت هابطه وصعدت وبعد كده هبطت تاني. بقول لك الفتره الزمنيه ما بين الهبوط ده للهبوط ده بنسميها حاجه معينه، هنعرف تعريفها دلوقتي. طيب مش ده بس التعريف اللي عندي، ده ممكن يبقى الفتره الزمنيه بين القمه دي والقمه دي، ما بين صعود الموجه يعني اسف وما بين صعود الموجه، فبيبقى اسمه تايم بطريقه معينه. ده مش بس كده، ده ممكن يبقى فيه زمن ثالث اللي هو الفتره الزمنيه ما بين قمتين متتاليتين، قمتين قمتين مثلا. طيب انا اعمل ايه هندسه؟ بقول لك ان احنا عندنا ثلاث تعريفات مهمه جدا. اول تعريف اسمه زيرو داون كروسنج اناليسيس. ايه الزيرو داون كروسنج اناليسيس؟ بقول لك الفتره الزمنيه بين حدوث هبوط للموجه للهبوط التالي لها مباشره، زي اللي انا كنت بتكلم عليه ده. ده كده ما بين حدوث هبوط للموجه للهبوط التالي مباشره. حلو. طيب التعريف الثاني بيقول لك ان انت يبقى عندك حاجه اسمها زيرو اب كروسنج اناليسيس. الفتره الزمنيه بين حدوث صعود للموجه للصعود التالي لها مباشره. جميل. اللي هو انه هندسه اللي هو ده اللي هو بالاخضر ده، ادي صعود الموجه وادي صعود الموجه الثاني لها مباشره. طيب اللي بعد كده بيقول لك بوزيتيف كروسنج اناليسيس. الفترة الزمنية بين حدوث قمتين متتاليتين، يعني لو انا جيت للرسمة دي الفترة الزمنية بين حدوث القمتين دول دي اسمها بوزيتيف كروسنج اناليسيس. ونفس الكلام هنا، ده الزيرو داون كروسنج، الفترة الزمنية بين حدوث هبوط للموجة للهبوط التالي مباشرة. خد بالك ان التي واحد نفسه بيختلف على التي اتنين، يعني هنا هبوط وهنا هبوط ودي تي، هنا هبوط وهنا تي هبوط، تي مختلفة. يا نهار ابيض، يعني حتى هندسه الزيرو داون والزيرو اب والبوزيتيف مختلف. فانا عندي مشكله، انا عندي اكتر من زمن مش عارف اتعامل مع انه واحد فيهم بالظبط. فيقول لك خلاص ارمي لي الزمن، دي الرسمه بتوضح كل حاجه. ارمي لي الزمن، واضح ان الزمن ده مقرف ومش هنعرف نتعامل بيه باي حاجه، وهات لي حاجه اسمها الفريكوانسي. ليه راح للفريكوانسي يا باشمهندسين؟ ليه راح للفريكوانسي؟ لان الفريكوانسي ببساطه جدا هو مقلوب الزمن الدوري. فبيقول لك ايه، انا عندي موجه زي اللي قدامك دي، الموجه دي اسمها مونوكروماتيك ويف، موجه منتظمه او موجه خطيه. تفتكر انا عندي هنا كام زمن دوري؟ زمن واحد. يقول لك الموجه المنتظمه السنسيديوال ويفز او المونوكروماتيك ويفز عندها زمن دوري واحد، وبيقول لك وعندي طول موجي واحد. فببساطه جدا انا اقدر ارسم علاقه ما بين التردد وما بين ارتفاع القمه او انخفاض القاع اللي هو الامبليتيود. تمام. طيب ايه اللي بيربط لي الاثنين دول؟ بيقول لك ان الانرجي هندسه بتساوي ثمن رو جي اتش تربيع. طيب ما لقيتش بتساوي الاثنين ايه؟ يعني الطاقة ببساطة جدا على الرو دي بتمثل النص ايه تربيع. ما هو الايه تربيع ده معامل من معاملات الارتفاع. طيب تمام. بقول لك لو انا عايز احلل مجال التردد بقى، يعني ايه حلل مجال التردد؟ يعني ارسم علاقة بين الترددات المختلفة للموجة العشوائية وبين معامل للطاقة بيمثل الارتفاع. أنا معامل اللي انت لسه حاسبه من دلوقتي، اللي هو الاي بتساوي الرو على الجي اللي هو النص اي تربيع، اللي احنا بنسميه اف اس او السبكترال دينستي.
لو انا جيت ارسم علاقه بين الترددات المختلفه للموجه ومين معامل الموجه اللي هو معامل الطاقه اسف اللي هو السبكترال دينستي وبنسميه سبكترال دينستي اسف العلاقه دي بنسميها ايه يا باشمهندسين؟ بنسميها فريكوانسي سبيكتروم. طيب ايه هي الفريكوانسي سبيكتروم؟ بقول لك علاقه ما بين الفريكوانسي اللي هو التردد وما بين ارتفاعات الموجه المختلفه بس بشرط الغير الاتجاه، يعني الاتجاه ما يتخذش بالاعتبار. تاني انا كان عندي مشكله في الزمن لان عندي اكتر من زمن بيظهر لي، ده بالعكس ده انا لقيت ان اكتر من زمن بيظهر بازمنه مختلفه، فقال لك خلاص انا مش عارف نفسي ومش هدرس طبقا للزمن، انا هدرس طبقا لحاجه اسمها الفريكوانسي دومين اناليسيس، بمعنى تحليل مجال التردد. هرسم علاقه ما بين الترددات المختلفه وما بين معامل اسمه معامل الطاقه اللي هو السبكترال دينستي. ايه معامل الطاقه ده؟ ببساطه جدا معامل الطاقه ده هو معامل بدلاله ارتفاع الموجه او الامبليتيود. انا بقول ان الاي بتساوي توم نرو دي اتلي تربيع، الاي اتلي بتساوي 2 ايه. لو انا قسمت على الرو دي لان الرو دي ثابت يبقى الطاقه على الرو دي بتمثل لي نص ايه تربيع او توم ني اتلي تربيع، ايا كان انت عايز تكتب انه واحد فيهم. فبيقول لك ان المعامل ده هو ده السبكترال دينستي. العلاقه ما بين الفريكوانسي وما بين السبكترال دينستي دي هي دي اللي بنسميها الفريكوانسي سبكتروم، وبس بتاخد في اعتبارك ان انا مش هاخد في اعتباري اتجاه الموجه في الاتجاه، يعني اتجاه الموجه مش هيدخل لي اي تاثير دلوقتي. طيب تعالى اما نشوف اللي هيحصل. بيقول لك ان انا لما احلل مجال التردد مع السبكترال دينستي اقدر من خلاله احسب حاجتين، حاجه اسمها الاتلس اللي هي سيجنيفيكانت ويفايت، ودي مهمه جدا بالنسبه لدراستنا، واقدر من خلالها احسب حاجه اسمها البيك بيريود اللي هي الزمن الدوري الاقصى، واقدر من خلالها احسب حاجه اسمها التي مين او الزمن الدوري المتوسط لمجموعه من الامواج. يبقى اهميه تحليل المجال بتاع التردد ان اقدر من خلاله احسب قيمه الاتلس، واقدر من خلاله احسب قيمه التي بيك، واقدر من خلاله احسب قيمه التي مين. يعني الفريكوانسي دومين اناليسيز قدر يعمل لي اللي ما يقدرش يعمله التايم دومين اناليسيز، عشان كده انا اتحولت ليه ومن خلال حاجه اللي اسمها السبكتروم فريكوانسي او الفريكوانسي سبكتروم بجيب الزمن الدوري المتوسط والكبير اللي هو الاعظم اللي هو البيك وبقدر احسب الاتلس. طيب تعالى اما نشوف كده يا باشمهندسين. باشمهندس اتفضل. هو ال بتاع الاناليسيس ده اسمه فريكوانسي، بس انا مش شايف الموضوع خالص ان فيه فريكوانسي. يعني هتعرف دلوقتي يا محمد، انا لسه ما جبت سيره فريكوانسي، انا كده بس بفهمك هو هيعمل ايه. تمام ما تستعجلش، الله يبارك لك. السلايد الجاي كده هترد على سؤالك. انا اسف. دي موجه يا محمد، دي اللي هي سنجل ويف عادي، اللي هي موجه منتظمه ليها كام زمن دوري؟ هي واحد بس. يبقى ليه كم تردد؟ هو تردد واحد. لو انا جيت ارسم علاقه ما بين الاف اس والفريكوانسي تفتكر هيظهر لي كم خط؟ خط واحد او نقطه. ما عشان الموجه بتتكرر فيبقى خط واحد، يبقى ده بالنسبه لي ايه؟ علاقه ما بين ايه؟ علاقه ما بين الاف اس والفريكوانسي بتردد واحد. طيب لو انا قلت لك عندي موجه بترددين يظهر لي كم تردد؟ يبقى خطين. طيب لو انا قلت لك ثلاث ترددات، ثلاث خطوط هكذا. طيب لو قلت لك موجه عشوائيه هيبقى كيرف بقى. دي اللي انا كنت عايز اوصلها لك يا احمد. يبقى العلاقه ما بين الاف اس اللي هي معامل الطاقه والتردد بتعمل لي كيرف. انا عايز اقول لكم بقى حاجه مهمه جدا، ان الكيرف ده بنسبة 99% بيتبع ريليه ديستريبيوشن كمان، يعني الفريكوانسي دومين اناليسيس بيوصلني الكيرف عشوائي بيتبع ريليه ديستريبيوشن. اللي خلاك تقول كده؟ اللي خلاني اقول كده ان الموجه
يعني بص الموضوع كبير يا محمد بس يا ربيع بس ألخصه لك. يعني انا المفروض عندي عدد لا نهائي من الامواج تمام بعدد لا نهائي من الازمنه الدوريه مظبوط تمام. بيقول لك ان الزمن الدوري الصغير جدا احتماليه ظهوره قليله جدا، يبقى احتماليه ظهوره تكون فين؟ قريبه من الصفر مظبوط مظبوط. والزمن الدوري الكبير جدا احتماليه ظهوره قليله جدا، يبقى نفس الكلام قريبه من الصفر تقريبا نفس التوزيع بتاع. الله ينور عليك، تقريبا نفس التوزيع بتاع الارتفاعات. فهمت قصدي؟ وصلت يا جماعه؟ وصلت ولا وصلت تسلني؟ تمام يا باشمهندس. يا مروان وصلت؟ وصلت يا باشمهندس. تمام، لو حد عنده مشكله يا جماعه يقول لي. الدرس ده رخم وانا عارف ان هو رخم. انا عايز اقول لكم ان ده بالنسبه لي اسوأ درس انا حضرته في حياتي. انا قعدت في تعديل السكشن ده اقسم بالله فوق 13 ساعه عشان اطلع لكم البرزنتيشن تبقى بسيطه وتعرف تذكر منها. الله يبارك لك يا ريس. تعالى اما اقول لك بقى حلل لي، لو انا قلت لك ارسم لي علاقه ما بين الفريكوانسي، وده مهم جدا النظري، الفريكوانسي ومعامل الطاقه والموجه بتتحرك من السيل للسويل، تفتكر الموجه هتبقى عامله ازاي؟ ركز معايا، شكل الموجه بقى عامل ازاي؟ عشوائي. عشوائي. يبدا ينتظم شويه لحد ما يجي في الاخر ويبقى ايه؟ تقريبا منتظم. فالموجه بيقول لك ان احنا بنقسمها ثلاث مناطق، منطقه اسمها ريجولار ويف، المنطقه عشوائيه ودي بتحصل في السي، السويل بنسميها موديوليتد هرمونيك ويفز، يعني موجه تقريبا شبه منتظمه بس مش منتظمه، وفي الاخر بتبقى الموجه تقريبا منتظمه قبل ما يحصل لها تكسر. تمام، ده التوزيع بتاعي. لو انا قلت لك ارسم لي علاقه بين الاف اس والفريكوانسي بيقول لك ده كده السي، الموجه عشوائيه، في الموجه العشوائيه يبقى وايد سبيكتروم، تاني في السي الموجه العشوائيه يبقى وايد سبيكتروم. طيب في الهارمونيك يا جماعه اللي هي الموجه المنتظمه بيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ خط. انا رسمتها قبل كده، انا رسمتها دي 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 انا رسمتها قبل كده الحته دي. يبقى تفتكر ما بين السي وما بين الهارمونيك هيبقى عامل ازاي؟ عايز حد يتخيله. نفس المنحنى بس اضيق شويه. الله ينور عليك، يقرب الخط يعني، يقرب بالخط. فهتلاقي رسمته عامل كده تقريبا يا مروان. بص يبقى تاخد بالك ان السي الخصائص بتاع الفريكوانسي سبيكتروم بتاعه انه وايد، السويل نارو لانه بيبقى تقريبا بدا يكون منتظم، واللي في لما بيطلع الشط بيبقى تقريبا اسمه هارمونيك اللي هو منتظم. يبقى يا جماعه تاخد بالك ان كل ما الموجه تزداد عشوائيه كل ما السبيكتروم يبقى وايد ولا نارو؟ وايد. وايد. وكل ما الموجه تزداد انتظام يبقى وايد ولا نارو؟ نارو. الله ينور عليك، مهمه جدا مهمه جدا. السؤال ده نظري تقريبا جه في الثلاث سنين اللي دكتور احمد درسهم، علاقه بين التردد. وهتاخد بالك طبعا ان ارتفاعات الموجه هنا اكبر من ارتفاعات الموجه هنا، لان بيحصل بعد كده زي ما قلت لك ان ارتفاع الموجه بيتغير، بيبقى في السي اكبر من السويل وبيزداد بس عند الشط، وهنعرف الاسباب دي من السكشن الجاي باذن الله. عشان كده الرسمه بتبقى زي ما انا راسم كده بالظبط، ادي الريجولار ويفز بيسموها الدلتا فانكشن. تمام، لو انا جيت ادي الشكل بتاعي اهو، ده شكل السبيكتروم. لو انا عايز احسب الاتش اس بقى يا جماعه ازاي احسب؟ انا قلت لك ان انا من خلاله بقدر احسب ثلاث حاجات، اتش اس والتي بيك والتي مين. ازاي اقدر احسب الاتلس؟ بقول لك ببساطه جدا ان المساحه اللي تحت المنحنى دي بنسميها ام نوت. الكلام ده ليه اثبات كبير جدا. بصوا طبعا انا مش هثبت الاثبات ده،
لان الكلام كبير ده كله اثبات الاسبكتروم اللي احنا بنتكلم عليه والمعادلات بتاعه اللي هو ده اللي هي الويف هايت والكلام من ده والاثباتات بتاعه كلها. فانا بس عايزك تبقى فاهم قانون واحد، ان المساحه تحت المنحنى بنسميها ام نود، يبقى المساحه تحت المنحنى بنسميها ام نود، وان الاتلس وان الاف بيك، خد بالك الاف بيك ده الفريكوانسي اللي هي كبيره. ليه بيسميها البيك؟ ركز معايا الله يبارك لك، دي مش اكبر فريكوانسي، لا دي الفريكوانسي المناظره لاكبر ارتفاع. تاني الاف بيك اللي هو البيك الفريكوانسي اللي هو بيسميها البيك الفريكوانسي، انا بس سميتها زي الدكتور عشان افهمك، دي مش اكبر فريكوانسي بتحصل، لا دي الفريكوانسي اللي بتبقى مناظره لاكبر ارتفاع. فعشان كده هو بيتعامل مع الاف بي اللي يجيب من خلالها حاجه اسمها تي بيك، يعني التي بيك بتساوي واحد على الاف بيك. التي بيك دي اكبر فعلا، دي اكبر زمن دوري. طيب والتي مين؟ بيقول لك ان اه ده الاف بيك زي ما قلت، ده مش اكبر فريكوانسي، ده الفريكوانسي المناظر لاكبر ارتفاع عنده لاكبر معامل طاقه. ليه؟ لان معامل الطاقه ده بيساوي يا جماعه نص اي تربيع او ثمن اتلي تربيع، فاكبر معامل طاقه هو ده اللي مناظر ليه الفريكوانسي، ده اللي بيتاخد معانا عشان احسب منه التي بيك. طيب التي مين؟ بقول لك ان التي مين بتتاخد 82% من التي بيك. طيب هندسه الام نود بقى ايه لازمتها؟ بقول لك ان الام نود دي من خلالها بقدر احسب الاتلس، الاتلس بتساوي 4.004 جذر ام نود. يبقى الفريكوانسي دومين اناليسز خلاني احسب ثلاث حاجات، البيك بيريود والمين بيريود وكذلك الاتلس. حد عنده مشكله في دول يا جماعه؟ انا كده خلصت الدرس على فكره. في مشكله؟ تمام. بس طيب اللي قدامك ده سؤال نظري في الامتحان بس، لكن ما عليهوش مسائل، اللي عليه مسائل الجزء اللي فات. السبكترال دينستي فانكشن، ايه السبكترال دينستي فانكشن هندسه؟ بقول لك لو انا جيت اشوف توزيع الطاقه لعدد لنا من الامواج بترددات مختلفه وكذلك واخد معايا الاتجاه في الاعتبار، فهنسمي في الحاله دي الطيف ده اسمه الويف سبيكتروم. لو انا رسمت علاقه ما بين معامل الطاقه والفريكوانسي وما خدتش في اعتباري الارتفاع فاسمها فريكوانسي سبيكتروم، لكن لو انا خدت الثلاثه في الاعتبار فبنسميها الويف سبيكتروم او الدايركشنال سبيكتروم. الدايركشنال سبيكتروم او الدايركشنال ويف سبيكتروم ده مهم جدا. يبقى تاني العلاقه ما بين الطاقه والتردد مع ثبات الاتجاه فريكوانسي سبيكتروم، العلاقه بين الطاقه والتردد مع الاخذ في الاعتبار اتجاه الموجه دايركشنال ويف سبيكتروم. اللي فات كان 2 دي انما ده ما ينفعش يترسم غير 3 دي. ادي العلاقه اللي فاتت فريكوانسي ومعامل الطاقه، لو دخلت في اتجاه الاعتبار اللي هو الاتجاه فهتلاقي الاتجاه ظهر لك كده. والله هندسه الرسمه دي مش موضحه لي، تعالى اما نشوف الرسمه بتاعك. الرسمه اللي قدامك دي يا جماعه بتوضح لك بلان لعلاقه ما بين اف اس فريكوانسي وما بين اتجاه الموجه. اهو يا جماعه ركز معايا كده، ادي الاتجاه اهو، شايف اللي بيحصل؟ الاتجاهات عماله تتغير، الموجه اتجاهها مش ثابت، والكل اتجاه اللي بيحصل ده بيه فريكوانسي مختلف، فلما يجمع الفريكوانسيز دي كلها مع بعض يظهر له الشكل ده. دي ادي السويل وادي الويند سي، يظهر له الشكل اللي قدامك ده. الكلام ده بيجي نظري، المطلوب منك انك ترسم الرسمه دي والرسمه دي، او انك ترسم دي مع دي مع الرسمه دي، عشان بس يبقى الدكتور فاهم انت فاهم يعني ايه دايركشنال ويف سبيكتروم. طبعا في معاملات كتيره جدا بتتعامل مع دايركشنال ويف سبيكتروم، في جونسواب وفي مش عارف كتير، ما يهمنيش كل الكلام ده، والكلام ده كله مش عليك، اللي يهمك انك تبقى عارف العلاقه والرسمه بتترسم ازاي. قبل ما ابدا في حل السؤال يا جماعه، حد عنده مشكله في الجزء الثاني من السكشن؟ الجزء الثاني اعتقد سهل،
بس رخمته في انه جديد عليك. حد عنده اي مشكله في الجزء الثاني من السكشن؟ لا بسيطه يا ريس. كله تمام؟ كله تمام، بس ما تنساش تبعت الملف. بس هبعته لك يا محمد، انت تأمرني. نشوف المساله يا جماعه بتقول ايه. لا انا مش عايز ابدا بدي، دي مساله رخمه شويه، هنبدا بالثانيه وبعد كده نرجع ليه. بيقول لك ابيو لوكيتد كلوز تو ذا كوست، بيقول لك ان انا عندي عوامه موجوده بالقرب من شط، المطلوب منها انها تعرف تو ديفاين ذا ويف كلايمت، انها تعرفني خصائص الموجه فور ريسيرش بروجكت، الابحاث مشروع ابحاث يعني. بيقول لك ان الراجل المسؤول عن الغواصه دي كان عايز عدد من المعاملات. بيقول لك ان السيستم نفسه اللي هو معاه اللي هو بيقيس ما بيدلوش غير حاجه واحده، بيديله الويف سبيكتروم بس، ما بيدلوش البارامترز مع انه عايز البارامترز. المطلوب منك انك تعمل ايه بقى؟ انك تحدد لي بدلاله السبيكترال اللي قدامك ده البارامترز المطلوبه. عايز اول حاجه تجيب لي السيجنيفيكانت ويف هايت، ثاني حاجه البيك ويف بيريود اند استيميت ذا مين ويف بيريود، ثالث حاجه الروت من سكوير ويف هايت والافريج ويف هايت، اخر حاجه بيقول لك فايند فور ذا الف ويف سي ستيت ذا ماكسيمم ويف هايت. يبقى انا مطلوب منك ايه؟ اربع حاجات: significant wave height، بيك تي بيك تي مين، اتش ار ام اس، اتش بار، واتش ماكس. لما يجي لك مساله زي دي في الامتحان وتعرف ان هي شورت ويف اناليسيس، انت ما قدامكش حل انك غير لازم ترسم. هرسم ايه هندسه؟ هرسم علاقه ما بين الاف اس والاف، الاف اس اللي هو معامل الطاقه، الاف اللي هو الفريكوانسي، الفريكوانسي على المحور الافقي ومعامل الطاقه على المحور الراسي. فانا هاجي ارسم العلاقه دي، انا طبعا راسمها بالاكسل، انت هترسمها مانيوال. هاجي ارسم علاقه ما بين الاف اس وما بين الفريكوانسي، يطلع لك الشكل اللي قدامك ده. الشكل ده على فكره فعلا بيتبع ريليف، هو شكل ريليف اهو، احتماليه الترددات الكبيره تقريبا بصفر والصغيره تقريبا بصفر. طيب انا عايز احسب ايه يا باشمهندس؟ انا عايز احسب، حد بيسال، هو ينفع احسب من غير ما ارسم؟ ينفع تحسب من غير ما ترسم، واقول لك ازاي يا محمد. ماشي، بس الافضل ترسم عشان ما تغلطش، لان الدكتور هيطلب منك الرسم اصلا. تمام تمام، يعني انت لازم يعني ده انا عارف ان هقول لك ازاي تحسبها، ده ليك انت، بس انت برضه ارسم لنفسك عشان الدكتور ما يتكلمش معاك. انا عايز احسب الاتلس بتساوي ايه؟ 4.004 جذر ام نود. طيب الام نود بتساوي يا باشمهندس المساحه تحت المنحنى، يبقى التكامل. طيب انا عايز احسب من غير ما ارسم يا باشمهندس، ركز معايا بقى. عشان احسب انا هقسم الشكل لقطاعات. بص هاجي هنا كده فهتلاقي ايه؟ هتلاقي انك عمال تقسم اشباه منحرفه ما عدا اول شريحه واخر شريحه، صح ولا يا ربيع؟ صح. اجي من غير بقى، من غير ما تحسب هعمل ايه؟ والله انا اقول له بص يا سيدي، ده الفرق بينهم كام؟ يبقى 4 من 100 ناقص 6 من 100 ناقص 4 من 100، يبقى انا جبت الطول ده. في الطول ده اللي هو كام؟ الاف اس اللي هي عندك، هتضربها في الاف اس مضروب في نص، يبقى انا حسبت ده. نفس الكلام الاخير، اطرح الاثنين من بعض واضربهم في الارتفاع في نص، يبقى انا حسبت ده. طيب بينهم ده كده معايا الاثنين دول، الطول ده يبقى كام؟ اطرح الاثنين دول من بعض واضربهم في الطول المتوسط، مساحات شبه منحرف، يبقى انت جبت الطول ده، صح؟ ده الارتفاع. مش انت عندك النقطة دي ومعاك النقطة دي؟ ايوه. مجموع قاعدتين على اتنين في الارتفاع يديك ايه؟ المساحة. هو مساحات شبه منحرف بقى اللي بقى كله، اللي هي مساحات شبه منحرف. الله ينور عليك. فهتلاقيها بتيجي ازاي؟ الام نوب بتساوي يا جماعة، ادي نص، صفر زائد 10 في 1 من 100، ده مثلث، بعد كده نص، وركز معايا بقى، ادي ال 10. اجيب لكم بس البتاع هنا عشان اوريك تبقى سهلة ازاي وانت بتحل.
بص اهو هحطه بس في الاخر ادي نص صفر زائد عشر في الفرق بين الاثنين اللي فوق الربيع اللي هو 5% ناقص 4% ديك 1% زائد نص 10 زائد 20 في الفرق بين الاثنين اللي فوق بوينت 00 بوينت 0 6 6 7 ناقص بوينت 0 5 يديك الرقم ده زائد نص 20 زائد 8 واطرح الاثنين دول من بعض زائد نص انا واقف عند ال 8 يبقى 8 زائد 5 واطرح الاثنين دول من بعض زائد نص 3 ونص زائد 5 واطرح الاثنين دول من بعض زائد نص 3 ونص زائد 1 ونص اهو واطرح الاثنين دول من بعض وهتيجي في الاخر هتعمل كده هتلاقي اصلا عندك صفر فيطلع لك تقدر تحسب الام نوت من غير ما ترسم بس طبعا الافضل انك ترسم عشان لو اتزنقت تعرف تحسب البتاع بسهوله يعني باشمهندس اتفضل انا كده ما دخلتش تاثير المثلث في الاول والمثلث في الاخر لا دخل يا حبيبي ركز معايا كده ده جمع نص يا سلم جمع صفر قصدي اه صفر في الاول صفر في الاخر تمام ماشي يبقى دخل ولا ما دخلش تمام يطلع معاك الام نوت يا جماعه ببوينت 8781 يبقى ليت ليس 4.004 جذر ام نوت ب 375 البيك ويف بيريود زي ما قلت لك تحسبه ازاي هنجيب الاف بيك الاف بيك تطلع معاك بوينت 0.667 هات واحد على الرقم ده يديك 15 ثانيه يبقى التي مين ب 82% من الرقم ده ب 12.3 ثانيه عايز اجيب الروت من سكوير الويف هايت اسيوم ذات ذا ويف هايت فلود ريليف ديستريبيوشن لازم تتقال زي ما قلت لك يبقى ليت ليس بتساوي جذر 2 ايت شارم اس يبقى ليت شارم اس بتساوي 265 والايت ليس بتساوي 1.6 من 10 ايت بار يبقى الايت بار بتساوي 2.348 اخر حاجه بيقول لك هات لي ليت ماكسيمم ل 1000 ويفز فيبقى ليت ماكسيمم ل 1000 على ايت ليس بتساوي 1.934 اللي انا جبته قبل كده اضرب الرقم ده في الايت ليس يطلع معاك ب 7.25 دي اول مساله ودي جت في الامتحان سنتين فيها مشكله يا عم نشوف المساله دي لاني فيها فكره استنى بس الواد كريم بعت لي ريكورد هشوف هو عايز ايه معلش بس في استنى قبل ما نحول بس الاف بيك انت جبتها من اخر واحده دي اكبر تردد خده اخد اكبر تردد فين اكبر تردد اللي هو الستة من الستة من مية ولا لا التمانية من مية المفروض لا التمانية من مية يبقى أنا كده مفروض غلط تمانية من مية في واحد من عشرة مش مهم طب في ستاشر من مية اف بيك مش أكبر تردد يا ابن الله يخرب بيتك هتودينا في داهية شفت انا غلطت انت اللي قلت انا اللي اكبر ارتفاع يا علق انت اللي قايل لا اكبر ارتفاع خد التردد المناظر ليه انا قاعد اقول اكبر تردد ليه انا اصلا قلت الكلام ده بينفي كلامي طيب اكبر يا عم. ارتفاع انت فين يا ربيع صايم ولا ايه صايم تخيل خد بالك انا دي ربع ساعه شغال متواصل انا صوتي راح والله العظيم عايز اشرب اشرب يا عم مش مشكله قال ما لقاش اعمل نفسك تايه صلي الصيام بص بص اللي كان بيسأل بص يا هندسة انا قلت لك ان انا باخد الاف بيك اللي هو ده فين الرسمة اللي هو المناظر الاكبر ارتفاع فين اكبر ارتفاع 20 اخد اللي هو المناظر ليه فالمناظر ليه كام طب وين 6% هو ده اللي بتعامل معه تمام يا ريس اخر حاجة بقى يا جماعة بيقول لك ان انا عندي فور سبيسيفيك ستيت حاله بحر معينه الفريكوانسي سبيكترم اوبتيند فروم ابيو بيقول لك ان انا عندي غواصه بيديك اف فريكوانسي معين ومديك معامل معين ركز بقى معايا الله يبارك لك هي الاكس ايه مجهوله يعني هو مديك ترددات ومديك معامل طاقه ومديك واحد منهم مجهول طيب انا اعمل ايه بقول لك ان السي ستيت دي حاله البحر دي بتتكون من 500 ويفز مديك الماكسيمم ويف هايت 655 المطلوب منك
احسب لي significant wave height and the spectral density. عايز اتلس وعايز الاكس اللي هي spectral density اللي هي الاكس. عايز التيبيك وعايز التيمين. عايز الاتلار مس وعايز الاتلمين. عايز الديوريشن اوف سي ستيت وهات لي الماكسيمم ويف هايت ل 1000 ويف سي سي ستيت. تعمل ايه يا باشمهندسين؟ عايز حد يفكر كده ويقول لي. الاتش ماكسيمم ب 500 معانا، وبالتالي معانا المعامل من الجدول نعرف نجيب الاتش اس. الله ينور عليك يا مروان. دي البدايه. انا عندي يا باشمهندس اتش ماكسيمم وعندي ان ب 500. ما هي الاتش ماكسيمم لل 500 معايا من الجدول، جبت الرقم بتاعها، يبقى انا حسبت ايه يا هندسه؟ الاتش اس. بمجرد ما حسبت الاتش اس بتساوي ايه؟ الاتش اس 4.4 من 100 جذر الام او. مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى الام او بكام؟ جبت حسبت الام او. طيب ما الام او يا هندسه دي كانت التكامل، مش الام او الرقم ده كله هيساوي 0.787؟ مظبوط ولا مش مظبوط؟ يبقى فين المجهول عندك؟ قيمه الاكس. بسط لي المساله دي تطلع معاك الاكس بتساوي 9.28 متر تربيع الثانية. تاني، لان الفكره دي حلوه، هي ما جاتش في امتحانات بس عجباني بصراحه. هو مديك ايه؟ مديك الاتلي ماكسيمم لعدد امواج معينه، فادخل بالاتلي ماكسيمم لعدد امواج معينه اجيب الاتلي اس، والاتلي اس بيساوي القانون في الام او. جبت الام او ودخلت بالتكامل جبت الاكس. طيب بعد كده بقت مساله عاديه خالص، تدخل تجيب الاف بيك، هتجيب الاتش اللي هو الاكبر حاجه وتجيب التي بيك، تطلع معاك 1 على 1 110 ثواني، التي مين ب 82 من 100 تطلع ب 8.8 ثانيه. بعد كده فروم التيبلز ده انا خلاص قلته، اللي هي ويف هايت فولوز ريليف ديستريبيوشن، تجيب الاتش اس بدلاله الاتش ار ام اس، الاتش ار ام اس بدلاله الاتش اس، وتجيب الاتش مين بدلاله الاتش ار الاتش اس. دي بقى اللي جديده. لو انا قلت لك ديوريشن اوف سي ستيت، تفتكر الديوريشن اوف سي ستيت هتساوي ايه يا جماعه؟ انا عندي 500 موجه، كل موجه متوسط الزمن بتاعها 8.2 ثانيه، يبقى مده السي ستيت قد ايه؟ مجموعه. يبقى لو انا ضربت التي مين في النمبر اوف ويفز مش يديني الديوريشن اوف سي ستيت؟ ايوه. متوسط الزمن الدوري للموجه الواحده 8.2، وانا عندي 500 خلال الثلاث ساعات مثلا او العشر ساعات اللي عندي، فيقول لك يبقى خلاص 8.2 في 500 فيطلع 4100، يبقى مده السي ستيت بتاعك كانت كام؟ 1.2 اورز تقريبا. تاني، لو قلت لك احسب لي ال 1000 ويفز السي ستيت تبقى كام؟ 2.2 اللي هي هتطلع 2.2، مظبوط، اللي هي 8.2 في 1000 هتطلع الرقم ده هيتدبل، هيبقى عندك 8200، يبقى 8200 اقسمهم على 60 في 60 يطلع لك 2.2، مظبوط يا ربيع. حد عنده اي مشكله في درس النهارده يا باشمهندسين؟ لا فل والله يا باشمهندس. في اي مشكلة؟